بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. بعد رحله طويله طبعا مع استوديو الابطال وماتشات كتير، رجعنا تاني لحلقتنا المفضله وبرنامجنا المفضل وهو الابطال. طبعا حضراتكم عارفين الفتره اللي فاتت كلها كنا بنغطي ويعني بنسابق الزمن من مكان لمكان عشان الحقيقه نقدر نكون مع ابطالنا في كل مكان. النهارده اول حلقه لينا بعد فتره طويله، وطبعا يسعدني النهارده ان انا افكركم بنظام حلقتنا. نظام حلقتنا بيكون النصف الاول مجموعه من الاخبار اللي بتحط حضراتكم في الصوره من كل الالعاب الاخرى سواء جوه النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، ودي طبعا بتبقى يعني اللي حصل خلال الثلاث اربع ايام الماضيه. ده النصف الاول من الحلقات. النصف الثاني بيبقى فقره حواريه. الحقيقه النهارده احنا مقربين يعني هنتنقل بقى من رجال كرة السلة وسيدات كرة السلة ورجال اليد وسيدات الطايرة، هننزل شوية بقى لقطاعات الناشئين. الحقيقة قطاع الناشئين في كرة السلة في النادي الأهلي استطاع أنه هو يعني بطولات المنطقة تحت 14 16 18 20 هو يفوز بها جميعا، ولكن الحقيقة للأسف في بطولات الجمهورية لم يوفق القطاع بشكل جيد. يمكن الفرقة الوحيدة اللي كسبت بطولة الجمهورية حتى الآن هو فريق 2010 تحت 14 سنه بقياده كابتن اسلام علي. الفريق ده الحقيقه او الجيل ده او السن ده قعدنا فتره طويله ما نكسبوش، ولكن الجيل ده استطاع انه ياخد بطوله الجمهوريه. ومنين؟ من اسكندريه. واسكندريه الحقيقه فيها فرق جيده جدا، وهتشوفوا مع ضيوفنا النهارده سواء كابتن اسلام علي المدير الفني او المجموعه معانا خمسه من اللاعبين، هنتكلم معاهم هتشوفوا قد ايه المباريات يعني كانت صعبه، ولكن ده الجيل الوحيد او المرحله السنيه الوحيده حتى الان اللي فازت ببطوله الجمهوريه للاسف. عندنا فريق 16 سنه خد رابع جمهوريه، فريق 18 سنه خد ثالث جمهوريه. اكيد طبعا يعني مستر داني رئيس قطاع الناشئين وكابتن خالد العوضي طبعا اكيد هيدرسوا الاسباب ايه، واكيد يعني هيكون في تصحيح اكيد بلا شك. لسه عندنا فريق 20 سنه، 20 سنه بيلعب النهارده اول مبارياته، ونتمنى ان شاء الله ليه التوفيق عشان يفوز ببطوله الجمهوريه. النهارده ضيوفنا هيكون فريق 2010 او فريق تحت 14 سنه في النادي بالنادي الاهلي عشان نعرفكم على مجموعه من اللاعبين الواعدين، اللعيبه الحقيقه اللي هيكون ليهم ان شاء الله شان كبير داخل جدران النادي الاهلي في منتخبات مصر باذن الرحمن. قبل ما نروح لاخبارنا الحقيقه عندي كلمتين كده عايز اقولهم مع حضراتكم. دايما لما الواحد بيشوف امور كثيره يعني بيتامل فيها. لما بلاقي فرق كثيره او انديه اخرى بدون الذكر طبعا انديه يعني بعينها، ولكن لما بلاقي الفرحه الكبيره لهذه الانديه في حصولهم على بطوله من النادي الاهلي، ساعات مش ساعات، اوقات كثيره بتبقى الفرحه باخذ البطوله من النادي الاهلي اكثر بكثير من الفرحه بالبطوله نفسها. زي ما بقول لكم كده، لو انتوا خدتوا يعني بالكم من الفتره اللي فاتت، دايما الانديه لما بتاخد بطوله يعني بعض الانديه مش هقول كلها، بيبقى الفرحه ان انت بتاخد بطوله من النادي الاهلي بينسيك فرحتك بالبطوله. طب ده يدل على ايه؟ يدل قد ايه قدر النادي الاهلي، وبيخليك تستشعر قد ايه قيمه وقدر النادي الاهلي. النهارده انت لو بتاخد بطوله من نادي سهل جدا تاخدها منه مش هتفرح كده. فالنهارده ده النادي الاهلي لما يكون واخد 30 بطوله وتروح منه مثلا بطولتين وتلاقي هيصه كبيره قوي حاصل على البطولتين دول، اعرف ان قدر النادي الاهلي كبير قوي قوي. انا بكلمكم يعني بنظره متامل إن فعلا بتبقى النادي الأهلي بتستشعر قيمته وشرفه الكبير إن احنا بننتمي، شرف كبير لينا إن احنا بننتمي للنادي الأهلي. فالنهارده ده بيخليني أطالب اللعيبة والأجهزة الفنية إن كل من يرتدي قميص النادي الأهلي يبقى عارف قد إيه هذا القميص ليه ضريبة وليه تمن إن أنت لازم تدفعه لإسعاد هذه الجماهير. نروح لأخبارنا. أخبرنا في البداية مع كرة اليد. أنتوا عارفين طبعًا منتخب كرة اليد هو المنتخب الوحيد أو الاتحاد الوحيد اللي دايمًا يعمل توقفات وياخد لعيبته ويلعب بيها ماتشات ودية، وده سر تفوق الكرة اليد في مصر. ليه كرة اليد بتعمل نتائج دي مع المنتخب؟ نوصل رابع عالم، تالت عالم، نوصل سادس، سابع، عشان اللي بقول لكم عليه ده. منتخب مصر بقيادة طبعًا مدير الفني باستير، واحد من أفضل المديرين الفنيين في العالم، اختار 11 لاعب من النادي الاهلي عشان ينضموا لمنتخب مصر لوديتين البحرين وقطر. احنا لعبنا البحرين خلاص وقطر بنلعبها في هذه الاثناء. الاسباني خوان كارلوس باستيرا مدير فني لمنتخبنا الوطني الاول لكره اليد اختار 11 لاعب عشان يكونوا موجودين في قائمه منتخبنا الوطني في التوقف الدولي الحالي علشان نلعب ماتشين زي ما قلت لحضراتكم البحرين وقطر. الاسباني اختار مين من 11 لاعب
من النادي الاهلي. طيب هم كام لاعب؟ 21 موجودين في المعسكر ومنهم لعيبه محترفين. طيب مين لعيبه النادي الاهلي؟ محمد عصام الطيار، مهاب سعيد، عمر شريف من ولاد النادي الاهلي، دول المحترفين، بالاضافه لمحترفين تانيين زي محمد علي وسيف الدرع. منتخبنا كان لعب الوديه الاولى قدام منتخب البحرين وقدرنا ان احنا نفوز 32-25 على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، وبنلعب وديه قطر دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم، ولو خلصت قبل ما نخلص الهوا هقول لحضراتكم على النتيجه ان شاء الله. منتخبنا بيستعد لايه؟ بيستعد بقوه للاولمبياد. احنا قلنا لو تفتكروا من 6-7 شهور هنغمض ونفتح للاولمبياد، جت الاولمبياد في شهر 8 اللي جاي، احنا النهارده في شهر مايو. انا عايز اقول لكم ان خلاص يعني هنغمض ونفتح. فاكرين طوكيو كانت امبارح، مفيش، كانت 2021 قلنا هنغمض ونفتح ل 2024 جه، وهو ده اللي حصل. نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخب كره اليد وكل ابطالنا الحقيقه في مصر، اللي مصر هتشارك باكبر بعثه في تاريخها في الاولمبياد. عندنا لعيبه كثيره جدا تاهلت للاولمبياد في اكبر، ان شاء الله هنقول لكم بالتفصيل، ولكن حتى الان 142 لاعب ولاعبه تاهلوا وتاهلنا حتى الان الى اولمبياد طوكيو، اولمبياد باريس 2024، وهي اكبر، هي البعثه الاكبر على الاطلاق في التاريخ. ولكن نتمنى الكم وليس الكف، الكيف وليس الكم. يعني مش مهم العدد يكون كبير قوي، بس احنا المهم عايزين نجيب 7 و8 و9 ميداليات اولمبيه ان شاء الله، وكلنا ثقه باذن الله في اولاد مصر يحققوا هذا الانجاز الكبير. هنروح للسيدات سيدات الباسكت بقياده الكابتن طارق خيري. انتوا عارفين طبعا ان هم كان عندهم اشتراكات وكاس مصر والفرحه طبعا بكاس مصر، ولكن خلاص الفرحه وقفت، خدنا 48 ساعه راحه، رجعوا تاني للتدريبات. كابتن طارق خيري الحقيقه بدا يركز اكتر على الفتره اللي جايه، وعنده بطوله واحده متبقيه هتبقى مع نادي سبورتنج. احنا كسبنا هليوبلس والناحيه الثانيه كسبوا الجزيره وتاهلوا، احنا كسبنا 2-2 وسبورتنج كسب 2-2، والنهائي المكرر بقاله 3-4 سنين الاهلي وسبورتنج في دوري السوبر. هتلعب بيست اوف 3 الثلاث مباريات، طبعا ما لعبناهمش الاسبوع ده عشان 3 اون 3 عندهم من اشتراكات، ولكن يعني نتمنى كل التوفيق. دي اخر بطوله فرقتنا حصدت الكاس السنه دي وبطوله القاهره، يتبقى السوبر. طبعا سبورتنج اخذت الدوري المرتبط وخدت افريقيا، فكده احنا بطولتين قصاد بطولتين، بس طبعا يمكن بطوله افريقيا اتقل شويه عند سبورتنج، ولكن يتبقى دوري السوبر. نتمنى التوفيق. طبعا فرقتنا هتبدا تستعد طبعا على خفيف للمباراه النهائيه وتدخل في الجد خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، وهيبقى في رفع الاحمال طبيعي والشغل الفني، لان الفرقه فيها غيابات كتير جدا واصابات، وكابتن طارق حريص على انه يدخل النهائي وهو في افضل فورمه واجهز حال لكل اللاعبات. نهائي الدوري هيتلعب زي الموسم اللي فات، يعني هيبقى سلسله البلاي اوف مكون من 5 ماتشات، هيبقى بيست اوف 5 مش بيست اوف 3. مباريات السيدات السنه دي هتبقى بيست اوف 5، وهي هتبقى حمل كبير جدا. النهارده انت عايز بنشك قبل الاساسيين، مش هتقدر ابدا تلعب 5 مباريات بنفس اللعيبه. ده انت لو رحت الجيم 5 ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز ب3 مباريات، بس انا رايي المتواضع ان احنا هنروح لجيم 4 وجيم 5 احتمال كبير قوي، لان المنافسات والماتشات بتبقى كلوز جيم جدا. فانا حاسس ان احنا هنوصل ان الجيم 4 وجيم 5، وده هيكون طبيعي مع فرقتين دايما ماتشاتهم بتخلص كلوز جيم. هنروح لكره السله رجال. خلاص قفلنا خلاص مباريات نادي الزمالك اللي احنا كنا زعناها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي، الثلاث مباريات البيست اوف 5 في قبل النهائي خلصناهم. مستر اجوستي كالعاده قفل خلاص الملف ده وبيستعد للبال ان شاء الله. البال طبعا هيتقابل في كيجالي في رواندا زي كالعاده. طب ليه دايما بيكون في رواندا؟ ده عقد ممضي مع شركات ورعاها في رواندا، بحيث ان دايما صاله كيجالي، هذه الصاله اللي في قلب العاصمه كيجالي، تكون هي المستضيفه للنهائيات دائما ابدا. طيب خلينا نقول ان هم هيبقى 8 فرق اللي هتشارك في نهائيات البال، هتتلعب من 24 مايو اللي جاي لحد 1 يونيو 24 26 28، يعني هيديك يومين ثلاثه بين كل ماتش، هتخلص انت يوم 1 يونيو هيبقى الفاينل ان شاء الله. نتمنى نوصل للفاينل. براندون السلام يا براندون، عمل الماتشات اللي فاتت دي، يعني انت اشكركم يا جماعه، انت جبتوا لي اللقطات دي فكرتني ب3 ماتشات. براندون الحقيقه عمل ماتشات مع الزمالك عاليه جدا بصراحه، يعني فاجئنا. وعمر طارق وكيجو انا يعني في وجهه نظري هو سوبر ستار السلسله دي. عندك ايهاب امين، عمرو الجندي، بقيت احب تتفرج على الفرقه وتستمتع بادائها، يعني حتى ايفن لا قدر الله وخسرانين زي ما حصل في يعني مباراه الكاس، مهما كان برضو احنا خسرنا 73-70، خسرنا فرق 3 نقاط تقريبا، ولكن كان فرقتنا لاخر وقت بتنافس واخر وقت واقفه على رجليها. كل التوفيق ان شاء الله لكره السله
والبال، بعد البال هنرجع نلعب فاينل السوبر. طيب الناحيه الثانيه مين؟ الناحيه الثانيه الاتحاد وسبورتنج. طب ما لعبوش معانا ليه ويلعبوا معانا ليه؟ لان هم عندهم هيبقى وقت طويل، فبالاتفاق مع الفرقتين مع اتحاد السله اخر لهم قبل النهائي، هيلعبوا هم في العشرينات بعد يوم 20 في الوقت اللي انت بتلعب فيه في رواندا. ليه؟ قال لك عشان تكافؤ الفرص، ما نلعبش مع بعض والاهلي يروح يلعب واحنا نقعد ما نلعبش. خلاص اوكي تمام، ما فيش مشكله. الاهلي هيرجع من رواندا هياخد له 4 5 ايام ان شاء الله راحه، وبعد كده يخش على المفرمه بقى بيست اوف فايف مع نادي الاتحاد السكندري طبعا العنيد، فرقه ما شاء الله كويسه جدا يعني. هنروح برضو للكره الطائره رجال، والحقيقه بتلاقي بقى بعد نهايه الموسم لعيبه كتير بتبقى مصابه وعندها اصابات ومحتاجه عمليات، وبيكونوا مأجلين هذه العمليات وبيتحملوا على ألمهم عشان يكملوا الموسم. ولو تفتكروا السنه اللي فاتت آية الشامي فنشت الدوري وهي كتفها عندها قطع في رباط. طب كتفها ايه؟ كتفها اليمين اللي بتضرب بيه، وكملت الموسم وهي بتعاني من الالام لغايه ما خلصت الموسم وسافرت عملت عمليه الكتف، وكانت لسه راجعه الملعب من شهرين ثلاثه، وكانت بتشارك في افريقيا طبعا لسه ما رجعتش للتوب فورم بتاعها، ولكن بعد الموسم ما خلص عملت عمليات. نفس الكلام بالنسبه للرجال. مين عندنا؟ ربنا يا رب يشفيه، سيف عابد اثناء الموسم تعرض لزائده جات له في قصبه الرجل، دي بتيجي نتيجه خبطه كدمه بتتكلس فبيحصل زائده، الزائده دي مع النط تعمل لك الام مبرحه. قصبه رجلك العظمه بتاعت قصبه الرجل اللي في وش القدم وش الرجل من قدام كده، او قصبه الرجل وش السمانه من قدام كده، دي بتبقى يعني عظمه حساسه جدا، اي خبطه فيها بتروح عامله تكلسات. حصل ده مع سيف عابد، عمل عمليه ربنا يشفيه يا رب ويطمن عليه ان شاء الله يكون ربنا. هو عملها امبارح العمليه ونجحت الحمد لله، هيحتاج طبعا راحه شويه وبعد كده علاج طبيعي ان شاء الله. سيف يقوم منها بالسلامه ويرجع تاني الملعب بكل يعني امان، وطبعا هو هيكون يعني هياخد اهو طبعا دي صورته هو قبل دخول العمليه، وطبعا اكيد هيعمل برنامج تاهيلي سريع عشان يلحق مع المنتخب استعداداته للدوره الاولمبيه ان شاء الله في باريس. منتخب كره الطائره مشارك ان شاء الله في الاولمبياد جنبا الى جنب مع منتخب كره اليد. منتخب كره السله عنده معترك شديد جدا، هو ان هو عايز ياخد بطاقه تاهل ما بين 3 قارات، وده يعني امر صعب جدا 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 على منتخب كره السله. كنا نتمنى انه يتاهل من خلال كاس العالم، ياخد ترتيب جيد في كاس العالم بالنسبه لافريقيا كان يتاهل على طول، ولكن طبعا جنوب السودان تاهلت يعني الاولمبيات لان هي كانت احسن ترتيب في كل الفرق الافريقيه اللي شاركت في كاس العالم. طيب هنروح للكره الطائره. زي ما قلت لحضراتكم احنا زي ما عنينا على الكبار عنينا برضو على الناشئين في كره الطائره. فريق او تحت 15 سنه فريق تحت 15 سنه فاز ببطوله الجمهوريه، والكلام ده كان الاسبوع اللي فات، وطبعا فاز او يعني فوزه كان بالبطوله على حساب نادي الطيران في المباراه النهائيه بعد ما فاز عليه 3-1 في الماتش اللي اتلعب على صاله اتحاد الشرطه بالعباسيه. فرقنا كان اتفوق في الشوط الاول 25-16، الشوط الثاني 25-19، الشوط الثالث 25-23. الماتش ده كان حاضره كابتن وائل العيدي مساعد قطاع الناشئين طبعا عشان يتابع الفرقه وادائها، طبعا هو مساعد لكابتن حمدي الصافي رئيس قطاع الناشئين والناشئات، ومع طبعا الاسطوره احمد صلاح اللي حضر المباراه عشان يأزر الفرقه، وده طبعا حاجه ايجابيه جدا من نجم كبير زي محقق احمد صلاح يحضر لفريق صغير عشان يأزره ويشجعه، فطبعا الف مبروك لهذا الفريق. وطبعا كان كل اعضاء الاتحاد المصري موجودين واعضاء كثيره طبعا من المهتمين واعضاء المنتخبات القوميه كانوا حاضرين هذه المباراه. الف مبروك لفريق 15 سنه للكره الطائره فوزه ببطوله الجمهوريه. هنروح لخبر له علاقة بألعاب القوى. دايما ألعاب القوى زي ما قلت لحضراتكم في النادي الأهلي بيبقى ليها وضع تاني وشأن آخر، لأن الحقيقة النادي الأهلي بيضم 80 أو 70% من أفضل لاعبين ألعاب القوى في مصر، وماضيين عقود وبيوفر لهم رعاية وبيوفر لهم تدريب وأماكن تدريبات وبيرعاهم لمنتخب مصر. مصر تحصد، فطبعا لما مصر بتحصد لما الأهلي بيعمل فرقة كويسة مصر بيكون نتيجتها زي ما هقول لحضراتكم، مصر تحصد 32 ميدالية في البطولة العربية لشباب العاب القوى. طبعا ده انجاز كبير لمصر، ولكن طبعا اكيد النادي الاهلي كان له دور كبير لهذا الانجاز بتقديم كوادر رياضيه من لاعبين وخلافه لمنتخبات مصر. منتخبنا الوطني لشباب وشابات العاب القوى تحت 20 سنه حققوا 32 ميداليه في البطوله العربيه رقم 20، واتلعبت على ملاعب هيئه قناه السويس. الحقيقه الملعب شكله حلو قوي يا جماعه في الصور. ملاعب هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه في الفتره 7 ولحد 11 مايو اللي احنا فيه. بصوا النجيله برده، لا الملعب شكله حلو.
مصر جت ما بيتقالش ملعب بقى اسمه مضمار بقى بيتهيألي صح، لو انا بقول غلط يا جماعه صلحوا لي. مصر جت في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد برصيد الميداليات ده، واللي هم 32 ميداليه. جم ازاي؟ 8 ذهب 13 فضه 11 برونز بفارق ذهبيه وحيده عن الجزائر. طبعا الجزائر حدث ولا حرج في العاب القوى، واللي جت في المركز الثاني برصيد 28 نقطه، اما المغرب حققت برصيد 33 ميداليه في المركز الثالث بواقع 11 ميداليه ذهب و9 فضه و13 برونز. البطوله شهدت طبعا منافسه قويه جدا وتنظيم جيد من اتحاد القوى، اتحاد العاب القوى برئاسه الدكتور سيف شاهين. وعشان نعرف اكيد اكتر عن البطوله والانجاز الحقيقي اللي حققه منتخب مصر، بيكون معانا على التليفون كابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس اداره اتحاد العاب القوى المصري. اهلا بيك يا كابتن. حضرتك كابتن عامل ايه؟ مبروك يا كابتن مجدي، انجاز يعني يحسب لمنتخب مصر الحصول على 32 ميداليه في البطوله العربيه اللي شهدت تنافس كبير بيننا وبين الجزائر والمغرب. كلمنا عن البطوله واستعداداتنا كان ليها ازاي يا كابتن، وهل توقعتوا هذا الانجاز قبل البطوله ولا الحقيقه الانجاز فاجئكم؟ لا يا فندم، احنا ما بنشتغلش كده شويه، احنا كل حاجه طبعا بتبقى مدروسه وعارفين سعادتك لعبتنا هتعمل ايه. وطبعا انا زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان الاهلي ليه عدد كبير من اللاعيبه واللاعبات اللي كانوا ضمن المنتخب القومي اللي هم مصدرين في النتيجه طبعا. وطبعا طول ما في العاب القوى في النادي الاهلي، طول ما العاب القوى بخير، نادي كبير ونادي عظيم. اي مسابقه او اي لعبه فيها النادي الاهلي في مختلف الالعاب اكيد هيبقى لها باع طويل ولها تاثير كبير على المنتخبات القوميه طبعا. اشكرك يا كابتن، يعني دي شهاده نعتز بيها وده دور النادي الاهلي ان شاء الله وداعم لمنتخباتنا القوميه. طب كابتن كلمنا عن الارقام، يعني خلينا نخش فنيا شويه في البطوله. احنا خدنا عدد 8 ميداليات ذهب ده حقيقي و13 فضه و11 برونز. طيب مين ايه ابرز الارقام اللي النهارده اتحققت واللي ممكن تكون يعني مبشر خير للفتره القادمه؟ هو حضرتك طبعا هي عندنا في مسابقات المشي في رمح الدنيا ما شاء الله احنا طالعين وماشيين بخطه سليمه، واللعيبه بتاعتنا في بعض مسابقات الرمي في مختلف المسابقات المختلفه احنا ماشيين بخطوات ثابته. نعم. والحمد لله يا رب. ان عايز اقول ان النتائج دي ما اتحققتش زي ما قلت من شويه عشوائيه، لكن كانت بتنظيم واعداد جيد من الاتحاد المصري لألعاب القوى. توقعاتنا للميداليات احنا يمكن هي خارج ثلاث معانا في ميدالية او اثنين، كانوا متوقعين كنا ممكن نحصل على المركز الاول، لكن طبعا الظروف في اصابات وفي بعض المسابقات اللي هي مع اللي هي احنا ما حققناش فيها اثرت علينا في النتيجه. انما لكن لو انت حضرتك بصيت على النتيجه العامه هتلاقينا ان احنا فرق ميداليتين بيننا وبين فرق بيننا وبين الجزائر ميداليه واحده، بيننا وبين المغرب ميداليتين. فالمفروض ان الامور المدروسه طبقا للخطه الموضوع ان احنا كنا حققنا المركز الاول، لكن النصيب بتاع ربنا ويمكن عدم التوفيق لبعض لاعبتنا ده اثر علينا في الترتيب العام. لكن احنا المؤشره العامه للبطوله ان احنا بنعد لاعبتنا والشباب بتاعنا للمرحله اللي جايه ان هم يكونوا نواه للفريق الكبير ان شاء الله 23 والدرجه اللي هو بمشيئه الله تعالى. كابتن انت يعني حضرتك في قلب المطبخ طبعا بالنسبه لالعاب القوه، العاب القوه هي ام الالعاب، يعني هي النهارده يعني والحمد لله احنا لينا برضو تاريخ كبير في هذه اللعبه. شايف الجيل اللي طالع، شايف الصف الثاني او الجيل اللي ان شاء الله يحمل الرايه في لوس انجلوس بقى، خلاص احنا باريس بقت واقع، يعني باريس خلاص احنا بنتكلم كمان ثلاث شهور فده واقع، انما بتكلم على لوس انجلوس بعد اربع سنوات، هل عندنا جيل يقدر يحل مكان ايهاب عبد الرحمن، محمد مجدي، اللعيبه الكبار اللي الحقيقه اللي حققوا انجازات كبيره لبلدهم ونفسهم؟ هل الصف الثاني اسامي تفتكرها دلوقتي تقدر تقولها لنا؟ طبعا طبعا عندنا اللاعب الواعد مصطفى عبد الخالق لاعب النادي الاهلي ايضا، هو النهارده فوق 23 سنه وده ما شاء الله تخطى حاجز ال 83 متر، وده مؤشر بيدل على ان مصر ولدت بلاعبتها والنادي الاهلي ولد بلاعبته ومدربينه وانجازاته. يعني كابتن ايهاب طبعا ربنا يديله الصحه طبعا، والاصابه اللي عنده طبعا معطلاه كتير عن التاهيل في عن
عن تحقيق ميدالية في الأولمبياد اللي جاية، لكن كل اللي أقدر أقوله إن مصطفى عبد الخالق إن شاء الله في المرحلة اللي جاية هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن ده هو مفاجأة الأولمبياد اللي جاية إن شاء الله، ربنا يكرمنا يمكن يتأهل الأولمبياد اللي جاية، لكن ما وعدش بميدالية، لكن أعتقد إنه هيحقق نتيجة كويسة تبشر بالخير. لاعب صغير، لاعب واعد، اللاعب بطل بيتمرن كويس، فاعتقد ان هو خليفه ايهاب عبد الرحمن في المرحله اللي جايه، ده من ضمن المؤشرات. انما محمد بجد ومصطفى عمرو ما زال له عندهم الكثير والكثير. في طبعا انت عارف حضرتك طبعا محمد مجدي بيلعب في الاهلي، مصطفى عمرو بيلعب في الجزيره، يعني ما زال لسه قدامهم من العمر ما يعطوه لمصر. وطبعا اتمنى ان الكابتن ايهاب يتغلب وربنا يشفيه المرحله اللي جايه، يتغلب على الاصابه اللي موجوده معاه ويحقق اللي احنا بنتمناه طبعا ان شاء الله تعالى، ويكون عندنا بدل ايهاب رحمن خمسه، مصطفى الجمل طبعا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر في المطار، ده برضه لاعب واعد، بتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه. يعني في طبعا كابتن بفنت حميده طبعا لسه قدامها فتره كبيره طبعا، هو ان هتدي في الملاعب تمام ان شاء الله برضه عند لحد اولمبياد ان شاء الله. ده دي الخريطه الواضحه قدامي دلوقتي سعادتك بالنسبه للنتائج اللي بتتحقق في مرحله الناشئين، وعندنا في القاعده في المرحله الثالثه اللي هي مرحله الناشئين والنشئات، ده جيل مبشر بالخير، وده هتبقى مفاجاه في المرحله اللي جايه باذن الله ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله بمشيئه الله. كل التوفيق يا كابتن ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق دائما ابدا. كابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس اداره العاب القوى المصري، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لالعاب القوى الحقيقه، ونتمنى ليها التوفيق، لان لو توفقنا في العاب القوى انت عندك ممكن تجيب ميداليه او اثنين او ثلاثه بكل سهوله. خلينا نروح لخبرنا اللي بعد كده، ولو علاقه بالخماسي الحديث، ودايما بنجيب اخبار الخماسي الحديث لانه من احد الالعاب المرشحه بقوه لحصد ميداليه او اثنين في اولمبياد باريس. كانوا بيلعبوا بطوله بلغاريا، ثلاث ميداليات حصيله منتخب مصر في كاس الخماسي ببلغاريا. نجوم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث حققوا ثلاث ميداليات في بطوله كاس العالم، واللي اتلعبت في الفتره من 7 ل 13 مايو اللي احنا فيه. الميداليات دي جت بواقع فضيه وبرونزيتين، وكانوا من نصيب فضيه لمهند شعبان وبرونزيه لمحمد الجندي وفي منافسات فردي رجال، اما البرونزيه الثانيه فكانت من نصيب ملك اسماعيل في منافسات فردي السيدات. ولو رحنا لمنافسات الرجال هنلاقي ان مهند شعبان حقق الفضيه بعد ما حقق 1500 نقطه، وجه بعده محمد الجندي برصيد 1498 نقطه بفارق نقطتين فقط عن الفرنسي بيير، واللي فاز بالذهب بمجموع 1502. اما ملك اسماعيل فحققت البرونزيه بعد ما حققت 1379 نقطه، وكانت الذهبيه من نصيب بطله المجر 1400 نقطه، وجت في المركز الثاني لاعبه منتخب بريطانيا برصيد 1396. منتخبنا كان مشارك في البطوله بقائمه مكونه من محمد الجندي، مهند شعبان، معتز وائل، هايدي عادل، سلمى ايمن، اميره انديل، وملك اسماعيل. وتكمن اهميه البطوله طبعا كونها من افضل البطولات على مستوى العالم، وتحسين التصنيف المصري قبل انطلاق اولمبياد 2024، عشان طبعا اكيد ده هيحطك في مكان جيد في باريس 2024. هنروح للجمباز، والحقيقه الجمباز عندهم اعياد وفرحانين طبعا بعد تاهل ملك حمزه وسيف اسماعيل، يضيفان مقعدين جديدين للجمباز المصري في اولمبياد باريس ان شاء الله. ملك حمزه وسيف الدين اسماعيل لعيبه منتخبنا الوطني للجمباز اتاهلوا لاولمبياد باريس اللي جايه باذن الله بعد فوزهم بذهبيه بطوله افريقيا للجمباز الترامبولين، واللي اتلعبت في تونس يوم 10 و11 مايو اللي احنا فيه. منتخب جمباز ترامبولين ككل فاز بلقب البطوله بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه بعد فوزه ب 13 ميداليه، وجم 10 ذهب وواحده فضه واثنين برونز. مصر فرضت كلمتها على بطوله افريقيا للجمباز في الفتره الاخيره، وقدرنا نتاهل ب 10 لعيبه، وده رقم مميز جدا. فهنلاقي اننا تاهلنا بفريق كامل من الجمباز الايقاعي ولاعب ولاعيبه في الجمباز الفني، وهم عمر العربي لاعب الاهلي، وجانا محمد طبعا، واخيرا لاعب ولاعيبه في الترامبولين، واخر لاعب ولاعيبه في الترامبولين هم ملك حمزه وسيف الدين اسماعيل. مبروك طبعا دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، ومبروك الاتحاد، ومبروك كل اللعيبه الحقيقه، ونتمنى ليهم التوفيق اكيد ان شاء الله في بطوله العالم. نروح لخبرنا الاخير قبل ما نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا. كيشو بطل المصارعه الرومانيه يتاهل لاولمبياد باريس اخيرا. محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخبنا الوطني للمصارعه الرومانيه فاز ببرونزيه التصنيف التصفيات العالميه المؤهله لاولمبياد باريس اللي جايه باذن الله في منافسات وزن تحت 67 كيلو جرام. مبروك يا كيشو، ومستنيين منك ميداليه.
كيشو كان اختار الطريق الأصعب للتأهل، وده من خلال التصفيات العالمية واللي بتشهد منافسة قوية وصعبة. البطل المصري كان خسر في دور ال 16 قدام بطل مولدوفا بنتيجة 3-1 بعد ما يوصل الأخير للنهائي ويمنحه فرصة للعب في الأدوار الطردية. وفي الطردية بقى انفجر كيشو لأنه فاز في أول ماتش على بطل كرواتيا 3-8-0، وبعدين اكتسح بطل سويسرا بنتيجة 9-0 بعدم التكافؤ، وبعديها على بطل ألمانيا. يا خبر أبيض، بعدم التكافؤ إيه ده؟ في إيه يا كيشو؟ ده انت اتحولت علشان يلعب مباراه تحديد البرونز قدام بطل كازاخستان واللي فاز عليه 8-0. ايه ده يا جماعه؟ من بعد ما خسر دور ال 16 تحول، حس ان حلمه بيروح. ربنا كرمه بايه بقى؟ بصوا يا جماعه، اللي كسبه في دور ال 16 وصل خد الذهب، فيبقى من حقه، او وصل فاينل يبقى من حقه يلعب الطرديه عشان هو طلع على ايد البطل، ياكل كل المنافسين ويوصل للبرونزيه كلهم 9-0 8-0 بعدم التكافؤ لغايه ما خد البرونزيه ويتأهل للأولمبياد، لأن أول ثلاثة هم اللي بيتأهلوا للأولمبياد. كيشو بطل الأولمبي وكان حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو اللي فاتت، وكانت مفاجأة للكل لما خسر بطاقة الصعود في التصفيات الأفريقية واللي كانت استضافتها مصر في شهر 3 اللي فات. طبعا حاجة جميلة جدا، ألف مليون مبروك يا كيشو. الحقيقة الخبر ده ساعدني جدا لأنه جاي من بعيد، أنا بحب الحاجات اللي فيها إيه، ريمونتادا كده. فكيشو عمل ريمونتادا وجاي من بعيد. الحقيقة كل التوفيق لأبطالنا إن شاء الله في بعثة مصر الأكبر في التاريخ، 142 لاعب ولاعيبة حتى الآن هيشاركوا في أولمبياد باريس. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين، عشان بعد الفاصل زي ما قلنا لحضراتكم في الإنترو هنستقبل فريق 14 سنة أو تحت 14 سنة لكرة السلة في النادي الأهلي، مواليد طبعا 2010، واللي استطاع انه يفوز ببطولة المنطقة، والفريق الوحيد اللي فاز حتى الآن في قطاع الناشئين بالجمهورية هو هذا الفريق. هنتقابل معاهم ومديرهم الفني كابتن إسلام علي، ولكن بعد الفاصل. دول يعني في يوم من الايام هيبقوا نجوم المستقبل، وخليني اقول لكم ان طبعا الفريق ده بيقوده كابتن اسلام علي ومحمد العدلي، والاثنين كانوا نجوم الفريق الاول لكره السله في وقت من الاوقات، اسلام علي ومحمد العدلي. وطبعا اللي كان قاعد معاهم كمان في الجهاز كان دكتور شريف طبعا طبيب الفريق. في البدايه برحب باثنين من نجوم الفريق، الحقيقه كان ليهم دور كبير في البطوله دي واللي ادوا اداء كويس على مدار حتى بطوله المنطقه وبطوله الجمهوريه. معايا طبعا زياد عمرو. ازيك يا زياد؟ الحمد لله كويس. منورني ومبروك. الله يعافيك. معايا طبعا يعني هقول لكم اسمه هتعرفوه، محمد قيدار هنداوي، اخو سيف واخو اسعد. اهلا بيك يا محمد. ازيك؟ انت نفس المكان ده قاعد فيه اسعد، ونفس المكان ده قاعد فيه اخوك سيف. ان شاء الله تبقى زيهم واحسن باذن الله. ان شاء الله. زياد اجي لك، يعني البطوله كانت صعبه اكيد، بطوله الجمهوريه كمان كنت بتلعبوها في اسكندريه، ليه كانت صعبه من وجهه نظرك؟ يعني عشان الاجواء وكده يعني، واحنا مش في ملعبنا يعني وكده. اول مره تسافروا؟ لا سافرنا قبل كده كتير، بس اول مره نلعب ماتشات رسميه في اسكندريه، ما كناش بنلعب ماتشات رسميه في اسكندريه. تسافروا بطوله ودار مجمعه؟ اول مره نبات يعني. اول مره نبات هناك. كنا بنروح نلعب ماتشات وديه ونرجع عادي، لكن اول مره نقعد ونبات اسبوع وكده يعني. طيب والماتشات كانت في صاله ايه فاكر؟ كان يعني اغلبها كانت في سموحه، واخر ماتشين بس الفاينل كان في سبورتنج اظن. وبس، وكان في ماتش الاول ما اتصورش. طب اصعب ماتش كان من وجهه نظرك يا زياد؟ سبورتنج. ليه بتقول كده؟ ليه بتقول انه اصعب ماتش؟ قعدت انت سرحت شويه كده وقعدت تبص يمين وشمال. ما اعرفش بس يعني فرقه كويسه؟ فرقه كويسه طبعا سبورتنج وبتاع. ما اعرفش بس انا شايف ان ده اصعب ماتش يعني. طب قول لي يا زياد، انا لما بتفرج عليك وبشوفك يعني بتلعب، انت ما شاء الله عندك يعني موهبه، موهوب، وعندك يعني بتلعب واحد على واحد كويس، سريع في الفاست بريك. يعني مين اللي علمك ده؟ مين اللي قال لك ده؟ مين من المدربين اللي قال لك اعمل كده، خليك سريع والعب وان وان؟ يعني مين اللي وجهك؟ مين اللي ساب لك البصمه دي او اثر عليك؟ يعني مدربين كتير؟ مين اللي مرنك؟ قول لي.
كابتن احمد اسماعيل. كابتن احمد اسماعيل كابتن احمد اسماعيل هو اللي اسسني كويس طبعا، انا كنت صغير ساعتها. تمام. وكابتن اسلام علي طبعا، وكل المدربين اللي مرنوني يعني كان ليهم دور معايا. طب وكابتن اسلام اكتر حاجه بينصحك بيها ايه في الملعب؟ يعني اكتر دايما يقول لك الديفنس. ها بتضحك ليه طيب؟ عادي. الديفنس طبعا اكيد هو اهم حاجه، صح ولا انا غلطان؟ بتحب الثلاثه بونت؟ بحبها. بتحب كده لما تشوط الكره وتنزل في الشبكه؟ اول ما تيجي تلاته بونت انت ابتسمت وضحكت جامد قوي. ها تلاته بونت اللعيبه كلها بتحبها. طيب انا في موقف كده بس هروح لمحمد وارجع لك عليه ان شاء الله. محمد قول لي انت طبعا الاخ الصغير الكبير سيف هنداوي ما شاء الله دلوقتي ام بي اكاديمي وراح جامعه في امريكا خلاص، اسعد اخوك ما شاء الله الله اكبر 16 سنه لعيب كويس جدا، ومحمد بقى انت ايه يعني اللي اتعلمته منهم؟ ايه اللي انت شايفه هم بيعملوه وانت حاسس ان انت عايز تعمل زيهم؟ مثلا احترف بره مثلا زي اخويا سيف كويس مثلا. حلو كده تبقى زي سيف ان انت عايز تطلع ام بي اكاديمي. طب وبابا دايما بيقول لك ايه؟ بابا دايما يوجهك بيقول لك ايه؟ استرجل في الملعب. والله دايما يقول لك كده رغم ان انت راجل جامد في الملعب يعني، بس بيحمسك هو. يعني. طيب اصعب ماتش في البطوله كان ايه يا محمد؟ كان سبورتنج زي ما زياد قال ولا كان الاتحاد ولا؟ كان الاتحاد. اخر ماتش؟ ها؟ لا ما كانش اخر ماتش. كان في بقى اولياء امور كتير في الملعب لا ده كان تاني ماتش، كان تاني ماتش وكان جماهير بقى فعلا. وكان ضغط علينا وكنا خسرانين. كنا خسرانين اصلا كام فاكر؟ اتاخرتوا كام؟ كنا خسرانين 10 بونت اعتقد في الاول. وعوضته وكسبته. الحمد لله. يعني بعد ما هاف تايم يعني الكابتن هزقنا وما اعرفش ايه عشان كلنا كنا انت صريح قوي يا محمد. الكابتن يعني بس كابتن اسلام طيب في هزق. ايوه بس احنا كنا بنستهبل وكنا يعني ما كانش في روح ما كانش في روح في الملعب وكده، فالحمد لله هزقنا يعني. نزلتوا بعد كده تمام. نزلنا عملتوا لا فاكر الماتش خلص كام بونت لينا يا محمد؟ كان 4 بونت. كان 4 بونت. فرحتوا قوي بقى انتوا بعد الماتش؟ طبعا. طب انتوا بعد الماتش قلتوا بقى خلاص خدنا البطوله وكده وبتاع ولا؟ لا. وعملتوا ايه؟ بعد ماتش سبورتنج جه يعني احنا خلاص يعني الكباتن بتقول لموا الشنط عشان كمان نمشي وما اعرفش ايه، بس يعني انا كان في دماغي ان احنا هنكسب ان شاء الله. على سبورتنج ولا على الاتحاد؟ على سموحه. على سموحه. عشان لو كنا خسرنا اول ماتش كنا خلاص البطوله بره. البطوله ليهم، كنا خدنا تالت كمان. يا نهار ابيض. طب انت سعيد بالبطوله دي يا محمد؟ انا سعيد طبعا. احلى ماتش عملته ايه بقى؟ سيبك من اجمد ماتش، احلى ماتش انت لعبته هو سبورتنج. سبورتنج فاكر حطيت كام بوند؟ 3. لا مش مهم بالسكور. طب والريباوندات بقى والشغل والدفاع كنت كويس؟ الحمد لله. انت بتلعب مركز كام يا محمد؟ بلعب 5-4. 5-4. بس انت لسه هتطول جامد. الله اكبر. ان شاء الله زي اخواتك باذن الله. ان شاء الله ربنا معاك ويوفقك وتبقى احسن كمان من اسعد ان شاء الله. وسيف زياده جيلك انت في البطوله حصل موقف كده انا عرفته. تعبت؟ تعبت قبل بعد ماتش سبورتنج. ايه اللي حصل؟ احكي لي حسيت بايه؟ ما اعرفش، انا اكلت حاجه وحشه حاجه مش نظيفه يعني، فتعبت جامد قوي يعني. حسيت بيه يا حبيبي؟ رجعت مثلا؟ وبطني وجعتني وبتاع. وبحب اشكر دكتور شريف. كان شريف طبعا دكتور شريف اللي كان في الصوره معانا. كان معايا على طول. كابتن مصطفى حجاج. كابتن كريم ضيف. بس خدوك وراحوا المستشفى؟ خدوني وراحوا المستشفى. واصلا ما كنتش هلعب ماتش سموحه الاول. ده انت تعبت قبل البطوله خالص ولا لا بعد؟ لا هي في ماتش سبورتنج بالليل بقى. ليله ماتش سبورتنج بالليل تعبت. ففضلت صاحي لحد بقى 6 الفجر ولا في المستشفى. وروحت مع مامتي في الفندق بس روحت مع مامتي في الفندق وما كنتش هلعب اصلا ماتش سموحة الاول. طب بس انا بقيت كويس يعني الحمد لله. كويس ولا انت قلت عايز العب؟ قول الحقيقه. لا انت بس انا كنت عايز العب طبعا يعني. برافو عليك يا حبيبي. برافو عليك صح. كنت يعني عايز العب. انت بتقول انت طبعا اكيد تعبان بس انت قلت انا عايز العب عشان انا راجل وانا قد المسؤوليه. كنت عايز العب. طبعا صحيح. يا صح. طب انت حسيت لما تعبت قلت ليه انا تعبت؟ انا كنتش عايز اتعب ولا قلت لا الحمد لله وانا هتغلب على تعبي؟ لا قلت الحمد لله عادي يعني. وهي يعني اصل هي يعني قضاء وقدر، فانا قلت الحمد لله عادي وبس. وكمان برافو عليك يا حبيبي. الحمد لله. طب مين مسك على نفسك تبقى زي مين يا زياد؟ ما تقوليش بابا عشان بابا كان بيلعب باسكت. تقولي حد تاني. يعني مين من الدرجه الاولى؟ يلا انا سهلتها عليك في الباسكت. ايهاب امين. ايوه طبعا. ايهاب امين لعيب مثلي الاعلى انا. لا هو لعيب ما شاء الله ايقونه يعني. ايهاب امين. طب مين غير ايهاب امين؟ حد في الاتحاد بتحبه؟ الاتحاد ايه؟ الاتحاد اسكندري.
من لعيبه فودا مثلا كنت بتحبه ولا ما تعرفش منهم حد قوي؟ لا هو هبه انا هبه دولة. دولة انت بتحب دولة بس دولة صانع العاب يا محمد. ايوه بس يعني بس تحب لعب عاجبني. انت عارف ليه؟ انا اقول لك انت برضو لعيب في الملعب مكار، يعني المكر ده مش حاجه وحشه على فكره، حاجه كويسه، لعيب اي كيو عالي. دولة كده عنده اي كيو عالي، فانت تلاقيك انت مبسوط منه عشان كده. انا شفتك بتلعب كذا مره تدي ده شويه وتدي ده شويه وتعدي. مين ماسك الاعلى محمد؟ اخويا كده. لا سيبك من هنداوي بقى، سيف بقى، سيف الله اكبر عليه. خلينا بقى في التاني بقى، خلينا ابعد بابا واخواتي ابعد عنهم. لان هم الله اكبر كلهم، الله اكبر عليهم سواء يعني اسعد مثلا في الام بي اي يعني ام بي اي الدوري المصري اي حد انت بتحب تتفرج عليه. ممكن مثلا كيفن دورانت. يا باشا ده بس ده لعيب مزيكا، ده مزيكا يعني، بس ده طويل قوي 7 فوت وبيعمل كل حاجه يشوت وكده يا عيني. طب قول لي مين كابتن اسلام دايما يقول لك ايه وانت نازل؟ يعني دايما يعني اكد على زياد الديفنس وزياد ضحك كده برضه الديفنس. انت الديفنس بيهتم قوي كابتن اسلام؟ هو الديفنس اهم حاجه، ما الديفنس هو اللي بيعمل اوفنس فعلا. صحيح، برافو برافو ان انتوا عارفين ده من صغركم. طيب انت فاكر دفعت على مين كان جامد؟ قال لك كابتن اسلام دافع عليه في اي ماتش من الماتشات حد جامد؟ حسين ده بيلعب فين؟ في الجزيره. قال لك انزل دافع عليه مسكته جامد؟ عرفت تمسكه؟ يا ولد يا جامد. اتعورت. اتعورت؟ ايه اللي حصل؟ يعني ريباوند مثلا خدت كره في مرخيري وركبتي ورمت مثلا. ده انت نزلت معركه. ايوه مش ده الكلام. انت اتفرجت امبارح كان في ماتش ام بي شغال، كان بيلعب لوكا وكاير ايرفينج. لوكا اتضرب ضرب، ما هو برضه كده انت لازم تتضرب. يعني طالما هتدافع وهتلعب. اكتر حاجه في الباسكت بتحبها ايه؟ بتحب الدنكات؟ بتحب الثري بوينت؟ هو لسه الدنكات شويه طبعا عليك. يعني ايه بتحب ايه اكتر؟ ممكن مثلا ثري بوينت. ثري بوينت في سنكم دي قصه. طبعا قصه. طب قول لي يا زياد برضه اجي لك، يعني انت ليه اخترت الباسكت من الاول؟ يعني ليه وانت صغير كده لما مثلا بابا وماما خدوك ورحت تتفرج على الالعاب، ليه اخترت ليه حبيت الباسكت؟ انا ما اعرفش، هو مامتي انا اصلا ما يعني انا كنت عادي، كنت ما كنتش يعني ما عايز العب لعبه معينه يعني. فانا كنت عادي بس مامتي. بس عجبتك شدتك الباسكت؟ ليه بقى؟ ليه حسيت مثلا ان هي فيها سرعه، فيها مهاره بتبان؟ حبيت الكوره، شكل الكوره بالدريبل؟ ما اعرفش، حسيت ان انا يعني كويس فيها احسن من كل اللعب اللي انا كنت انا جربت اظن 3 ارباع، فحسيت ان انا اكتر لعبه كويس فيها. بس فوزبت في الباسكت في الاكاديميه. انت بتلعب ايه، شوتينج جارد ولا بتلعب ايه؟ بتلعب قطر يعني ولا بلعب قطر؟ قطر. طيب و في الماتشات، وطبعا القطر ده محتاج يشوط، فاكر انت ماتش من الماتشات اللي لعبته سواء في بطوله القاهره او في الجمهوريه ايا كان في الماتشات دي، فاكر ماتش حطيت فيه يعني سكور كبير شوط مثلا جبت 3 بونت، 3 تلاتات، 4 تلاتات، 3؟ فاكر ماتش؟ ان شاء الله في المنطقه. او حتى ماتش ودي. لا فاكر في المنطقه. ايه بقى كان ماتش ايه؟ الفاينل الجزيره والجيش، طلع الجيش جبت 3 في كل ماتش فيهم 3. برافو عليك. انا اللي مديك اسيستين. انت شفت بقى اللي هو انت اللي مديه الاسيستين بتوع الماتشين؟ مديله الاسيستين بتاع الجزيره. الجزيره شفت بقى الفاينل بتاع المنطقه. بص حاسبته على الاسيستين دول. خلي بالك محمد مش هيسيبك. لا الله اكبر عليكم. طب محمد انت بتقعد مع مين في الاوضه؟ كنت قاعد مع مين؟ كنت قاعد مع عمر فوزي. عمر فوزي. وانت يا زياد كنت قاعد مع مين؟ مع ملك العطار. ملك. طب وانت محمد انت كنت بتقول له القصه دي؟ والله بس خلي بالك في السن ده بياخد التليفونات. لا مفيش حد خد تليفونات. كنتوا رجاله كان بيقول لكم اقفلوا التليفونات وناموا، كنتوا بتناموا؟ ايه ده؟ احيانا يعني احيانا. يا محمد على فكره كابتن اسلام بيتفرج عليها بره، فهو بص الكلام ده بعد كده لو مسكك تاني في الفرقه. وانت كنت ايه التليفونات ايه؟ لا كانت معانا. لا ما كانش بياخدها. بس كنت بتناموا بدري. انت عارف طبعا النوم بدري مهم. ليه النوم بدري مهم؟ ما يعني ليه قالوا لك تسمع دايما النوم بدري مهم؟ النوم ليه؟ ما اعرف، بس عشان يعني هي ما اعرف بيفيد الصحه او صح. برافو عليك، بتقوم مركز. العقليه بتاعتك. برافو عليك صح، جسمك بياخد راحته. أيوة بياخد والعقل بيقوم مركز صح. برافو. أيوة. يعني اللي انت قلته اللي قاله زياد واللي قاله محمد برافو عليكم. طيب انتوا عارفين انتوا السنه الجايه هتبقوا مرتبط 2009 و2010 يا باشا مرتبط، شايفين هنعمل ايه؟ ان شاء الله يعني ممكن نكسب. لا مش ممكن، مفيش ممكن. ان شاء الله نكسب المرتبط يعني في 2009 برضه مش وحشه يعني كويسين قوي ما شاء الله عليك. السنه دي وصلوا فاينل جمهوريه. الله اكبر مع كابتن احمد اسماعيل. طب وزياد شايف ان احنا ممكن نطلع؟ ان شاء الله ممكن نعمل كويس في المرتبط. ان شاء الله. وانت عايز تلعب كده وبتاع؟ اكيد. وعايز تشيل بقى في المرتبط؟
خلي بالك مرتبط ده سنكم وبعدكم بعد كده في بطوله افريقيا بعديكم على طول، يعني انتوا الجيل اللي هيبقى عنده بطوله افريقيا اللي بعديه على طول، فانتوا مهم ان انتوا تظهروا بمظهر كويس. طيب بتتفرج على ماتشات الاهلي؟ اتفرجت على ماتشات الاهلي والزمالك اللي فاتت؟ على الاثنين من الثلاثه. اثنين من الثلاثه؟ مين اكتر لعيب عجبك؟ سيبك من ايهاب امين بقى، اكتر لعيب عجبك وحسيت انه راجل في الملعب وعمل اللي هو اللي ما اعرفش اسمه ايه. ايوه قولي وانا هقول. بس هو كده اسمراني المحترف الجديد ده في الزمالك. ايوه دونالد المحترف اللي بيجيب 3 بوينت. براندو انا اسف، براندو اللي بيجيب 3 بوينت كتير. ده عجبك جامد. اتفرجت محمد على الماتشات دي؟ ماتش واحد بس. ايه بقى مين اكتر لعيب؟ بصوا خلي بالك اللاعب كويس في ماتش ولا لعيب اول كانوا كويسين معروفين في كل ماتشات، مين بقى اكتر لعيب عجبك؟ ايه اغششك؟ كيجو. كيجو ها؟ حد اسمع لي؟ كيجو عمل ماتشات جامده خلي بالك. عارف ليه عمل ماتشات جامده ليه؟ في ماتش واحد، في ماتش واحد زياد جايب 18 ريباوند من 40 ريباوند الفرقه جايبها. انت متخيل يا زياد الرقم؟ الفرقه كلها جايبه كام؟ 40. هو جايب لوحده كام؟ 18. يعني تقريبا ايه؟ نص الريباوند. انت متخيل يا محمد؟ وساعتها كمان جاب كده في الماتش الثاني وجايب 12 ريباوند كمان. فكيجو كان عمل ماتشات جامده جدا. هو بيلعب نفس مركزه خلي بالك. بيج مان الله ينور عليك. والماتش الثالث كان ما كانش بيجيب ريباوند كتير بس جاب 3 بونت في الاخر مهمه جدا. طب انت بتشوف مستر اجوستي؟ بشوفه ايه في الماتشات؟ بتشوفه كاتشانتو وبتاع؟ نفسك بشوف. في يوم تبقى بتلعب معاه؟ اكيد طبعا. ليه طب ليه بتقولها كده يعني؟ ما عادي كلنا بنلعب يعني درجه اولى وبتاع. عايزك تقول انا هطلع درجه اولى والعب جامد. وانت يا محمد؟ ان شاء الله يعني احترف بره يعني. طب ان شاء الله تحترف. ما بص هو سيف خلاص ان شاء الله اسعد يحترف وان شاء الله. انت خلي بالك انت بابا لعب معايا سنين انت طبعا عارف. طبعا. انا كنت مع بابا في المنتخب ومع بابا في النادي الاهلي لعبت معاه سنين يعني كيدار زميل الملاعب. طيب انت شايف مثلا يعني السنه اللي جايه احنا خلاص السنه دي راحت. السنه الجايه عندنا مرتبط ومنطقه وقاهره. لو حصل والنادي خد قرار وقال لا فرقه 2010 مثلا نطلعها تطلع اعاره مثلا تلعب بره سنه زي ما 2009 عملوا السنه دي لعبوا باسم شرق الدوحه ممكن برضو نعمل مركز حلو يعني زي ما 2009 عملوا يعني. برافو عليك برافو عليك. هنتعب طبعا ولازم نجهز وهتتمرنوا في النادي وكل حاجه بس هتتمرن في كل حاجه. انت شايف دي كويسه زياد لو طلعت بره ولعبت باسم نادي تاني السنه اللي هي ليه؟ لان انت لما هتتضموا مع بعض هيبقى العدد كبير قوي مش هتاخد فرصتك كتير. ففي وجهه نظر داني مستر داني انه يطلع اللعيبه تلعب زي ما عمل مع 2009. ايوه ده احسن ما يظلمش حد. برافو عليك برافو عليك. انا عاجبني ان انتوا فاهمين لان في لعيبه بتزعل يقول لك لا يا عم انا ما انت مش هتلعب انت في الاكبر منك النهارده لو جات لك الفرصه دي. طب مستر داني اتكلم معاك واتكلم معاك يا زياد قبل كده مستر داني في حاجه رئيس قطاع الناشئين ولا ما حصلش كلام منه؟ في ماتشات المنطقه كان بيتكلم معايا يعني. ايه قال لك ايه مثلا فاكر كان بيقول لك ايه؟ كان بيعلق لي على شويه غلطات يعني في الفاينلز بتاعت المنطقه اخر 6 ماتشات. كان بيعلق لي يعني على شويه غلطات في الديفنس وكده يعني وفي الرجوع وكده بس يعني كان الحاجات الغلط يعني بيقول الحاجات الغلط في الماتشات يعني وكده. طب وكابتن كريم ضيف كان بيتكلم معاك وكان دايما بيكون معاك كريم ضيف؟ كان دايما بيشجعنا وكان على طول معانا في كل الماتشات كريم ضيف. طب وانت يا محمد مستر داني كان بيقول لك ايه؟ مش فاكر؟ ما اعتقدش يعني. انت سواء يعني هو مستر داني زي ما قال كده زياد بيبقى ليه يعني ممكن يكلمك في ايوه يعني في على غلطات وكده بس هو تطلعها. اساسا ما بيتكلمش معاكم كتير هو بيتكلم مع المدربين اكتر. يعني بيتكلم مع المدربين اكتر. طيب خلينا نتكلم في الدراسه في سنه كام يا محمد؟ تاني اعدادي. عامل ايه في المذاكره؟ كويس الحمد لله. انت ضحكت انت كده شويه كده. لا شاطر ولا ايه؟ عادي يعني. ماشي. طب وانت زياد؟ في تاني اعدادي برضه. ايه الاخبار المذاكره عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انت غمضت عينك؟ لا عادي والله كويس. يعني الدنيا ماشيه. عندك امتحانات دلوقتي؟ بكره عندي امتحان. والله؟ طب ان شاء الله. بس ذاكرت كويس قبل ما تيجي؟ اوعى تحسسنا بالذنب يا ابني. لا انت جيت معانا بس مذاكر كويس. ها؟ الحمد لله. وامتحاناتك يا محمد امتى؟ عندي بكره برضه. برضه؟ مذاكر كويس ولا ايه؟ لا الحمد لله. ولا ايه ها؟ انا كنت اصلا فاكره النهارده تلعب بكره. ايه ده مؤشر كويس قوي. بس قعدت اذاكر برضه. لا مؤشر ان انت فاكر الامتحان النهارده وتلعب بكره ده مؤشر ان انت الله اكبر يعني مركز جامد. لا ربنا يستر. لا ان شاء الله تجيب درجات كويسه باذن الله. ان شاء الله. كل انتوا الاثنين في ثاني اعدادي صح؟ طب مين خد احسن لعيب معانا في البطوله دي؟ عدوي. انتوا لما هو خد احسن لعيب عملت له ايه؟ انت عملت ايه يا زياد؟ والله فرحنا له طبعا. فرحت له جامد. عشان هو كان فعلا كان يستحقها يعني. يستحقها. كان ليه دور كبير برضه في الماتشات. هو معانا عدوي هيجي. طب انت رحت قلت له ايه يا زياد بعد ما كسب؟ جريت عليه ونطيت عليه كده وبتاع؟ قلت له مبروك. بس طب وانت يا محمد؟ نفس الكلام. لما يبقى عندنا لعيب خد كاس ده اكيد حاجه كلنا كويسه. هو طبعا يعني لما يبقى في لعيب واخد كاس ولعيب عمل هذا الانجاز
اكيد يكون عندنا حاجه يعني جيده. طب كابتن اسلام في التمرين بيركز معاكم على الدفاع طبعا عشان البطوله صح كده؟ طيب ديفنس الروح كان حد منكم بيزعل انه ما بيلعبش مثلا او مثلا؟ لا يا محمد انا ما كنتش بزعل والله يا زياد، كنت شو تزعله خالص ها؟ كنت بقى لا ما بالعكس ده كنت بقعد اشجع في الفرقه وكده. برافو عليكم، صح هو ده الكلام، لان دي الروح اللي مظبوط اللي المفروض تكون. انا لعبت ما لعبتش انا بايد فرقتي وبساعدها، ولو لعبت دقيقه انزل ادي وادي اللي عليا، لان ممكن دقيقه ممكن 30 ثانيه تكسب فرقتك. يعني كيجو كان الماتش اللي فات وحش جدا، مش وحش يعني، مش الماتشين الاولين جاب 3 بونت كسبنا. فما شاء الله عليكم. طيب انا اتبسطت جدا ان كنت معايا يعني زياد، بجد انا اتبسطت جدا، وانا شايف فيك ما شاء الله ما شاء الله، يعني باذنك يا رب لعيب حكايه ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني يا حبيبي، الف مبروك. محمد نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك يا حبيبي. الله يبارك. اعزائي المشاهدين نطلع تقرير عن الفرقه، انا اعرفكم اكتر عنها واطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنضم الي 2 لعيبه تانيين من هذا الفريق بطل الجمهوريه تحت 14 سنه لكره السله. السنه هي كانت بالنسبه لنا هدف، يعني بطوله كانت غايبه عن النادي بقى لها فتره كبيره، فكان هدفنا ان شاء الله ان هي تبقى في النادي الاهلي السنه دي. طبعا استعدينا كويس جدا، وكانت فتره اعداد كويسه الحمد لله، والسنه دي يمكن يعني اكتر بطوله كانت صعبه، لان الفرقه كلها كانت مستواها متقارب من بعض. يعني في الفاينل كان الست فرق نفس قوه بعض، يعني ما كانش فيه مثلا فرقه ضعيفه وفرقتين قوية، لا كانت بطوله صعبه جدا. بس الحمد لله الاصرار والعزيمه ان هي ترجع النادي الاهلي السنه دي، ده كان اهم حاجه، والحمد لله ان احنا قدرنا نعمل كده، وكانت لعيبه رجاله وبشكرهم كلهم من خلال حضرتي، وفعلا كانت لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه، والحمد لله ان ربنا كملها على خير. يعني اللعبه مكسب وخساره، يعني كسبنا كان بيها خسرنا برضه كان بيها، اهم حاجه الروح رياضيه، وبنكسب الروح اكتر من المهاره. الروح نلعب، الروح بتفرق جدا في اللعب، اللي احنا بنلعب عندها روح، الواحد حاطط البطوله قدامه ونفسه يكسب، من الحاجات المهمه جدا يعني اللي بتفرق قوي مع اللاعب ومع الفريق كله. طبعا الف مبروك للفرقه والف مبروك كابتن اسلام، كانت سهله طبعا، احنا اجتهدنا وربنا كرمنا الحمد لله. انا فخور جدا ان انا بلعب في النادي الاهلي، شكر خاص لكابتن اسلام والاداره وكل حاجه، وطبعا ده توفيق ربنا، ده توفيق من ربنا، وكابتن اسلام برده تعب جدا جدا معانا في الايام اللي قبل البطوله، وبس يعني توفيق من ربنا كابتن اسلام، يعني فالحمد لله يعني احنا خدناها. طبعا احنا انبسطنا ساعه لما كسبنا بطوله المنطقه، بس كان طبعا لسه قدامنا شغل كتير عشان نكسب الجمهوريه، والحمد لله يعني عملنا اللي علينا، وكباتن تعبوا معانا واحنا تعبنا، الحمد لله ربنا كافئنا يعني على مجهودنا ده وكسبنا الجمهوريه. حابب اشكر طبعا كل الكباتن وكل الناس اللي في النادي ان هم شجعونا عشان نعرف نعمل الانجاز ده. الحمد لله احنا المنطقه والجمهوريه، وطبعا كابتن اسلام كان تعبان معانا طول السيزون، واحنا كلنا تعبنا، وبصراحه احنا كلنا نستحقها. احنا تعبنا جدا، وربنا يعني بيكافئنا على اللي احنا عملناه، واحنا ربنا يعلم احنا كنا بنتمرن صبح وليل، واحنا اتكفينا بالبطوله دي. بشكر الكابتن وزمايلي طبعا، عشان احنا تعبنا قوي، وكنا بنتمرن الصبح وبالليل وبنروح نلعب كل الفرق وبنتعب يعني، فالحمد لله ربنا كافئنا وخدنا المركز الاول في المنطقه والجمهوريه، ان شاء الله اللي جاي احسن. اهلا بحضراتكم من جديد، وخليني الحقيقه اعرفكم بالكؤوس اللي موجوده يعني حواليا. ده طبعا كاس افضل مدرب كابتن اسلام علي، وكاس افضل لاعب محمد عدوي، وده كاس بطوله المنطقه، وده كاس بطوله الجمهوريه، ودول 4 دروع ام في بي لماتشات، يعني كل ماتش بيختاروا افضل لاعب، فعندنا 4 لعيبه خدوا افضل لاعب في 4 مباريات. دي مجموعه الكؤوس اللي موجوده. برحب بنجمين من نجوم الفريق، محمد عدوي وافضل لاعب في البطوله. اهلا بيك يا محمد. منور والف مبروك. شكرا. وبالمناسبه هو ابن ابراهيم العدوي، لاعب نادي الجزيره السابق ومنتخب مصر، وزميل الملاعب الحقيقه في منتخب مصر ابراهيم العدوي. منور يا محمد، انت شكل باباك بشكل كبير.
برحب طبعا بياسين احمد محمد نجم الفريق طبعا، وحاجه ما شاء الله يعني 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 زي ما بيقولوا موهبه، وعندك امكانيات جسمانيه تؤهلك ان شاء الله. منور يا حبيبي والف مبروك. بقول لك يا سيدي، يمكن احنا كنت بتكلم طبعا مع محمد وزياد قبل الفاصل عن اهم ماتش واصعب ماتش لعبته. انت فاكر اصعب ماتش كان ايه يا سيدي؟ طبعا في ماتشات كتيره، من ماتش الاتحاد مثلا عشان ضغط الجمهور وكده، بس احنا قدرنا نرجع نفسنا في الثالث والرابع. ماتش سبورتنج برده كان ماتشات صعبه، فيمكن دول يعتبروا اقوى ماتشين يعني. طب ماتش الاتحاد ليه كان صعب؟ طبعا عشان في جماهير و ضغوطات، واحنا كمان كنا نازلين الشوط الثاني. ده كان ثاني ماتش نلعبه ولا كان ثاني ماتش نلعبه؟ اول ماتش كان سموحه ولا كان ايه؟ اول ماتش كان طلع الجيش. كان طلع الجيش كسبناه، كسبنا وبعد كده لعبنا ثاني يوم الاتحاد. ثاني يوم الاتحاد كان في ملعب بقى؟ ملعب سبورتنج؟ ملعب سموحه. ملعب سموحه ملعب عارف، بس الملعب ده فيه عالي وواطي وبتاع، فكانت الدنيا برضه. ده كمان كان الملعب طبعا مش ملعب كويس. طبعا غير ضغط الجماهير، غير ان ثاني ماتش في البطوله جاي بعد اول ماتش، فانت يعني لسه بتهيئ نفسك للبطوله. فطبعا احنا كنا عاملين ماتش كويس قوي في الثالث والرابع، وقدرنا نرجع نفسنا الماتش الحمد لله، قدرنا نكسب الماتش. بتلعب مركز ايه يا سي؟ باور فورورد وسنتر. ما شاء الله بتلعب 4 و5 ما شاء الله. طيب فاكر احسن ماتش لعبته ايه؟ ماتش الاتحاد. ماتش الاتحاد اللي هو كان اصعب ماتش تقريبا. فاكر حطيت كام بونت؟ طبعا حطيت في حد 17 نقطه. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. طب اجي لك برده يا محمد، يعني محمد عدوي طبعا يعني انت خدت افضل لاعب في البطوله. الحمد لله. انت بتلعب مركز 5 زي بابا ها ولا بتلعب 4؟ بس ساعات بلعب 5 وساعات بلعب برده 4 زي سين. طب حلو، يعني انت ما شاء الله طولك قد ايه يا محمد؟ انا 184 تقريبا. 184 بالنسبه لسنك طويل ما شاء الله، طول قامه انت صح؟ بتاخد 3 بونت ب4 صح مش كده؟ طيب افضل ماتش طبعا افضل لاعب في البطوله، فانت خدت او لعبت كل ماتشات حلو طبعا، ده وضع طبيعي، بس افضل ماتش انت لعبته فاكره؟ كان ماتش الاتحاد. كان ماتش الاتحاد. هو كان ماتش صعب علينا جدا من جمهور، ولاعيبه برده كانت قويه ما شاء الله عليهم. بس احنا زي ما ياسين قال عرفنا نرجع في الثالث والرابع، وشدينا في الديفنس، وما كانش في الملعب بس، كان برده اللي بره الملعب فرقتنا كانت بتشجعنا، كان كل كوارتر نطلع كانوا يجوا يحيونا وكده لحد ما احنا اتحفزنا وكسبنا الحمد لله. فاكر لعبت قد ايه في الماتش ده انت يا محمد؟ 3 كوارترات. 3 كوارترات. طيب وفاكر حطيت كام بونت ولا مش فاكر؟ 20 بونت تقريبا. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طب ايه اللي خلانا نرجع في التالت والرابع محمد؟ ايه اللي خلانا نرجع ونعمل كامباك بعد ما كنا متاخرين 10 بونت؟ احنا بعد لما رحنا قعدنا بقى في الاوضه وكده، كابتن اسلام حفزنا قال لنا البطوله ديت مهمه جدا، هي ما دخلتش الاهلي بقى لها كتير، هتحفزنا ان احنا طبعا ان احنا ندخلها الاهلي وكده. وطبعا توجيهاته لينا في الديفنس والاوفنس رجعتنا للماتش كده. كنتوا بتنفذوا الكلام ده فرحتوا بعد الماتش؟ طبعا جدا. ماتش الاتحاد كان مهم. طب الماتش اللي بعد الاتحاد كان ايه؟ اللي بعد الاتحاد كان ماتش، كان في يوم راحه ولا تاني يوم على طول؟ لا تقريبا راحه تقريبا. اكيد كان في يوم راحه. وبعد كده لعبتوا سبورتنج. فاكر الماتش كان عامل ايه يا محمد؟ كان الماتش ما كانش ماتش سهل طبعا، يعني ده ماتش البطوله. كان بتلعب فين؟ في ملعب سموحه برده ولا ملعب الاتحاد؟ صاله سموحه. صاله سموحه. وفاكر كسبنا قد ايه؟ ده احنا للاسف ما كسبناش السبورتنج. تمام. طيب والماتش اللي بعده؟ الماتش اللي بعده احنا خسرنا من سبورتنج قد ايه؟ احنا سبورتنج خسرنا منهم تقريبا 8 بونت. تمام. بس مخسر سبورتنج بالنسبه لي ما كانش مخسر عادي. يعني احنا تقريبا لو كنا كسبنا ماتش سبورتنج كان ماتش سموحه دوت كان ممكن ندخل مش مركزين. احنا ماتش سبورتنج هو لما خسرناه فوقنا. فوقنا ودخلنا على سموحه نلعب علشان البطوله ديت نلعب حتى لو هنموت. كسبنا سموحه قد ايه؟ في اول ماتش تقريبا 20 بوينت ما شاء الله، وتاني ماتش الفيصل بقى تقريبا 13 بونت. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طب خليني اكلمك يا ياسين، يعني يمكن ماتشين سموحه ونكسب الماتشين فده صعب، يعني معلش خلينا نقول في سنكم انت تلعب فرقه وتكسبها مرتين بيبقى الموضوع مش سهل. ايه ماتشات سموحه كانت صعبه ليه؟ يعني طبعا هي ما كانتش صعبه بالصعوبه، احنا كنا اقوياء على فكره قدامنا، كنا فاردين شخصيتنا جوه الملعب. طبعا يعني بعد خساره سبورتنج يعني احنا مش باين على حاجه، احنا عايزين نكسب البطوله ونلعب في اخر ماتش نموت نفسنا على الجيم عشان نقدر نروح ماتش فيصل ونكسب الجيم. نكسب البطوله. فطبعا يعني انت الخساره بتقويك، فاحنا يعني جمعنا في الاوضه وحسسنا نفسنا ونزلنا ماتش سموحه موتين نفسنا على الكوره، موتين نفسنا على كل كوره. فماتش سموحه بس هو الماتش الاولاني انت كنت خاسرين من سبورتنج، هم ما خسروش ولا ماتش، هم ما خسروش ولا ماتش، كان لازم تكسبوهم، لازم نكسب عشان تلعبوا ماتش فيصل. بالظبط. المباراه الاولى كان في ضغط عصبي عليكم جامد جدا، لان انتوا لو خسرت بره الماتش الفيصل خلاص انت بتجيب الدنيا لمجراها تاني.
ايه التعليمات اللي قالها لكم كابتن اسلام؟ يعني ايه اللي قالها لكم في اول ماتش؟ هل اصل ده ضغط عصبي، خلي بالكم في سنكم ده. قال لكم ايه؟ ازاي قدر يخليكم تنزلوا تلعبوا؟ قال لكم ايه؟ ركزوا في الدفاع، امسكوا مين؟ يعني كلمني فنيا، قال لكم ايه يا ياسين؟ طبعا احنا قبل كل ماتش بنتجمع في اوضه وبنبدا نشغل كل فرقه وندرسها كويس جدا. فاحنا كنا شفنا فرقه سموحه طبعا ودرسنا عامل القوه اللي عندهم، كان عندهم لعيبه كتير كويسه جدا، فاحنا درسنا كل نقطه وعرفنا ازاي نمسك كل لعيب. وطبعا يعني انت يعني اجواء الجيم برضو البنش عندنا كان روحه قويه جدا وبيحمس اللعيبه، فطبعا دي كلها عوامل خلتنا نقدر نكسب. طيب الماتش الثاني بقى، الماتش الثاني هل جبتوا درستوا برضو اخطائكم؟ اني كان اسهل، الماتش الاولاني ولا الثاني من وجهه نظرك في الملعب كنت حاسين انه اسهل ايه؟ الماتش الثاني. الثاني كان هم سلموا. الاولاني احنا مش عارف كان عندي احساس ليه احنا كنا هنكسب كده كده، ده كان احساس جوايا، انما الثاني كان اسهل. الثاني كان بالنسبه لي اسهل شويه. اسهل. طب انت تتفق معانا نفس الكلام يا محمد؟ يعني انت كنت شايف الماتش الثاني بتاع سموحه اسهل؟ الصراحه انا بالنسبه لي الماتش الاولاني كان اسهل. كان اسهل لان احنا كنا راجعين من خساره، كنا رايحين بكل قوتنا، فالماتش دوت هنكسبه ويعني هنكسبه. الماتش الثاني بتبقى انت خلاص وصلت اللي عايزه فممكن تريح. لا مش احنا ادام وصلت للبطوله ما تريحش الا بعد لما تكسب. بس انت كنت قلقان من الماتش الثاني اكتر ان احنا ما نتوفقش عشان ما نكسب، مش ممكن ما نقدرش نكسب الفرقه مرتين. ممكن برضو في ساعات لما نوصل للفاينل وكده ممكن توتر كده، ساعات بتحصل الحاجات دي، بس الحمد لله توفقنا وكسبنا. انت اتفرجت على بابا بيلعب؟ ما تلحقتوش انت محمد. بس شفت اللي حبيت فيديوهات. كان سنتر جامد جدا، انا كنت احب العب معاه، كان بيساعد فريقه وكان روحه حلوه، كان بيدخل بيشيل الكوره برضه. ايوه وكان احلى الله، وكان احلى سكرين تاخده من باباك. يعني انا لما كنت العب معاه في المنتخب كنت احب جدا يا ابراهيم يطلعني فاضي، يطلعني فاضي. فكان يعني باباك لو اتفرجت عليه قد ايه هو بيساعد فريقه بصراحه. يعني باباك انا من رايي من افضل خمسات اللي جت في نادي الجزيره وجت في مصر كمان. طب انت مين ماسك الاعلى؟ سيبك من بابا بقى، بابا طبعا اكيد ماسك الاعلى، بس مين غير بابا ماسك الاعلى؟ هو ماسك الاعلى لو مصر ايهاب امين. ايهاب امين لعيب ذكي جدا، بالرغم من ان ايهاب امين بيلعب ما لعبش مركزك. انت بتلعب 5-4، ايهاب امين بيلعب اتنين، بس انت عاجبك طريقه لعبه. هو انا عاجبني ذكائه في اللعب، ذكائه الاي كيو بتاعه عالي. صح الاي كيو بتاعه، صح معاك حق. وانت ياسين نفس الكلام، مين بتحب تتفرج عليه او ماسك الاعلى عايز تبقى زيه؟ يعني بره مصر ولا جوه مصر؟ الاثنين. قول اللي يهمك، قول اللي يعجبك. ممكن مثلا جوه مصر بحب طريقه لعب انس اسامه قوي. انس اسامه صح، وعلى فكره انت فيك منه جه نفس الجسم، يعني بحب طريقه لعب قوي شويه. بره مصر ممكن مثلا تيم دانكن. مين؟ تيم دانكن، سليم دانكن. تمام، ده اكتر اثنين بتحبهم. طيب السنه الجايه لما تنضموا على 2009 احنا موقفنا في المرتبط، انت حاسس ان احنا نقدر نكسب اي فرقه؟ انتوا واخدين بطوله وهم واخدين بطوله، او يعني وصلوا الجمهوريه، يعني افضل 2009 في مصر كلها. فانتوا 2010 2009 هتبقوا فريق بصراحه حكايه. شايف نقدر ناخد المرتبط والبطولات اللي جايه؟ طبعا نقدر ناخد المرتبط، بس برضه هيكون معانا منافس قوي طبعا، هيبقى نادي الاتحاد يبقى منافس قوي لينا. بس احنا اظن ان احنا افضل. بس طبعا 2009 في الاتحاد مش زي 2009 بتوعنا. احنا افضل. تقريبا احنا افضل. هم ما طلعوش نهائيات جمهوريه، احنا افضل. محمد نفس الكلام، شايف المرتبط السنه الجايه؟ نفسك تلعب مرتبط السنه الجايه؟ ان شاء الله. لعبت قصاد 2009 ولا حاجه يا محمد ولا ما لعبتوش؟ قبل كده اتصعدنا ل 2009 انا وياسين. نفسك في ايه يا محمد؟ نفسك تبقى صيدلي زي بابا ولا نفسك تبقى لا مش عايز صيدله؟ صعبه صيدله. طيب نفسك في ايه؟ نفسك توصل لايه؟ نفسي اوصل ان شاء الله ان انا ادخل الام بي اي ان شاء الله وابقى من احسن اللعيبه هناك. وهيحصل ان شاء الله طالما ده حلمك، وانت ما شاء الله يعني الله اكبر عليك يحصل بمجهود وتعب. واهم حاجه ان انا اشتغل بالظبط ان شاء الله. وانت ياسين حلمك ايه؟ يعني حلمي ان شاء الله باذن الله احقق لمنتخب مصر كده حاجه كويسه ان شاء الله، وهتحقق ان شاء الله يا ياسين باذنك يا رب. طيب اكتر نصايح بيقولها لك كابتن اسلام، ده اخر سؤال هساله لكم، وعايز اسمع انتوا اللي بيقوله لك كابتن اسلام بتنزل الملعب ليه؟ انت بالاخص يا ياسين بيقول لك ايه؟ بيقول لك ركز على ايه؟ دايما يوجهك لحاجه معينه، هو شايف حاجه معينه دايما بيطلبها منك. يعني دايما كان بيطلب مني ان انا اقف العب انسايد يعني، واعمل بوكسات. تعمل انسايد، تلعب انسايد بظهرك ولا تلعب انسايد في التوتال؟ يعني تاخد الكوره وتلف بظهرك وتلعب، ولا انسايد الكوره تجي لك، ولا تطلب الكوره؟ يعني ايه الانسايد؟ ايه معنى كلمه انسايد؟ بنزل بلعب انسايد، بطلب الكوره وبيحصل كده سكرين اواي بعد ما بطلب الكوره، فممكن العب انا او ساعات بيبقى في اوبشن ثاني ان انا فاضي او كيك اوت. والبوكس اوت عشان الريباوند. بوكس اوت عشان الريباوند. طب وانت محمد كان دايما بيطلب منك ايه كابتن اسلام؟ كابتن اسلام عشان انا ما شاء الله طويل، كان دايما بيطلب مني اي كره تتشاط اجري عليها اعمل ريباوند، وكان دايما لما اخد الكوره
لازم انا ابص على الملعب كله، واهم حاجه كان بيكلمنا فينا كلنا مش انا بس، الديفنس. صح. وقال لنا انتوا لو فرقه كل واحد فيكم بيلعب صح وفايق ما خافش من اي حد. الكلمه دي عجبتني قوي، ودي حقيقه فعلا. والحمد لله ابطال الجمهوريه. الحمد لله. وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق يا محمد، ونورتني وشرفتني حبيبي محمد العدوي نجم النادي الاهلي واحسن لاعب في البطوله. نورتني وشرفتني يا محمد. شكرا يا كابتن ياسين. طبعا ايمن نورتني وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق والف مبروك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، اثنين لعيبه زي ما انتم شايفين امال وطموحات. خليكم فاكرين يا جماعه الكلام ده، والله اللعيبه في السن ده بتقول وبتتكلم وبتتكلم على سجايتها. فالحقيقه النهارده احنا بنسجل معاهم بعد 4-5 سنين، هنعيد تاني الكلام ده ونشوف اللعيبه دي وصلت فين. احلام وطموحات كبيره جوه النادي الاهلي، وحصل كده مع كريم حاتم. كريم حاتم كان في يوم من الايام قاعد معانا وكان بيقول نفس احلامهم وطموحاتهم وعنده 14 سنه. النهارده كريم حاتم لعب كاس عالم كبار، كريم حاتم بقى من الاعمده الاساسيه في فريق الاهلي الدرجه الاولى، كريم حاتم جاي له كذا جامعه يروحها بره في امريكا. فامال وطموحات بتتحقق من هنا من مصر من جوه النادي الاهلي. نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل لقائنا، هيكون معنا كابتن اسلام علي واحد اللاعبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا النهارده وحلقتنا مع فريق 14 سنه ابطال الجمهوريه وابطال المنطقه. لازم ما ننساش ده، ان هم خدوا البطولتين اللي دخلوهم، ودول الحقيقه مستقبل النادي الاهلي ومنتخب مصر سواء 2010 و2009. الحقيقه عم جيل جيد جدا الحقيقه. معايا طبعا المدير الفني، افضل لاعب، افضل مدرب. هو كان افضل لاعب زمان بياخد افضل لاعب عادي، وكان زميل ملعب كمان منتخب مصر والنادي الاهلي، ولكن يعني كمدير فني ايضا نجح مع الفريق الاول في الجهاز الفني مع كابتن طارق خيري في الحصول على بطوله افريقيا والدوري والسوبر، ونجح ايضا على مستوى الناشئين وحقق الكثير من البطولات، زميل الملاعب وافضل مدرب في البطوله كابتن اسلام علي. اهلا بك يا كابتن اسلام. اهلا بك يا كابتن عيسى، منور والف مليون مبروك وكل مجتهد نصيب. مبسوط طبعا ان انا معاك، ودي مش اول مره وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. مبسوط قوي بالمنظر اللي انا شايفه ده، ان شاء الله يبقى بدايه باذن الله. برحب طبعا بنجم الفريق واحد افضل اللاعبين فيه محمد شريف. اهلا بك يا محمد، منورنا مبروك. والحقيقه يعني مجهود جميل، واتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي، منورنا. كابتن اسلام، اكيد كانت يعني ما جاش من فراغ، انت طبعا وانت بتتولى مسؤوليه الفريق ده كان برضو عندك امال وطموحات، والواحد بيشتغل مش مستني نتيجه، انت بتشتغل وانت بتهدف ان انت تجيب المركز الاول. كلمني عن يعني سريعا كده بطولة المنطقة، بطولة الجمهورية، رؤيتك للموسم كان ازاي من بدايته؟ الموسم من اوله طبعا انا لما ترشحت الفرقة زي دي، كوتش داني طبعا هو المسؤول الاول في قطاع الناشئين، لكن طبعا كابتن مودي الجارح وكابتن كريم ضيف كان ليهم دور كبير ان هم يرشحوني في البوزيشن ده. تمام. هي كانت مسؤولية كبيرة جدا لاسباب كتير. اول سبب ان الجيل جيل قوي، جيل فعلاً مرشح ان هو يكسب. يعني جيل دي مسؤوليه، مسؤوليه كبيره طبعا. طبعا يعني انت مع الجيل المفروض يكسب، فانت لازم تكسب. فدي اول نقطه صعوبه كانت قدامي. النقطه الثانيه ان البطوله نفسها، بطوله 14 سنه ناشئين دي، بقى لها 9 سنين ما دخلتش النادي، او 8 سنين ما دخلتش النادي، بنكسب كل المراحل مع دي. فصعوبه ثانيه. الصعوبه الثالثه والاهم ان انا السنه اللي قبليها ما توفقتش مع الفرقه كنت ماسكها، ففيها ريسك. لا بس كان دول الناشئات، ناشئات. بس يعني ايه، يعني دي كلها عوامل مخليها الموضوع فيه صعب. انا الحمد لله اللي يعرفني كويس عارف ان انا في اي مكان بحب اشتغل وبخلص ليه. كان في بقى عوامل مساعده، عوامل مساعده ان احنا نكسب البطوله. ازاي؟
زي الرجاله اللي هم هم 14 سنه يعني اللي تاني، بس هم مش عيال صغيرين، هم رجال. لا لا انا بتكلم معاهم ما شاء الله في الاستوديو. لا لا رجاله كمان في مواقف كتير يعني، يعني انا ممكن استرسل معاك في مواقف كتير طول السنه حصلت، وهم مش بس هم بس مش هم بس ده هم واولياء امورهم طبعا لازم يكونوا. انا 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 بحيي وبشكر اولياء امورهم جدا على اللي عملوه السنه دي، لان هم تعبانين زينا بالظبط، ودي نقطة لسه هنتكلم فيها كتير. فبطولتين غاليين جدا جدا جدا. بطولة المنطقة كانت بداية الموسم من ضمن الصعوبات ان الفاينل بتاعها كان دورتين مجمعتين، يعني لو دورة واحدة نخلص، لكن كان في فرصة فاينل المنطقة كان دورتين مجمعتين، ثلاث ماتشات في ثلاث ماتشات بالظبط. كسبناها وفرحنا شوية وانبسطنا وركزنا أكتر في الجمهورية. في تفاصيل طبعا هنا وفي تفاصيل هنا هنتكلم فيها إن شاء الله، لكن الموسم اتفنش ببطوله غاليه جدا جدا جدا، اهم بطوله حصلت عليها في تاريخي التدريبي لحد النهارده. معاك حق بالضغوطات اللي شفتها اول الموسم، معاك حق. طب خلينا نروح لمحمد شريف بقى. محمد قول لي بقى، يعني اصعب ماتش لعبتوه من وجهه نظرك ايه بقى في الجمهوريه؟ هو كان ماتش سبورتنج، هو بس احنا ما توفقناش فيه. اه من وجهه نظرك ليه ما توفقناش فيه يا محمد، برغم ان سبورتنج خسر من سموحه؟ هو احنا اول ما شفنا اصلا السبورتنج خسر من سموحه قلنا الماتش هيكون يعني سهل شويه. ما احنا دخلنا مش مركزين، وطلع يعني سبورتنج عندها سرعات ما شاء الله يعني. كان عارف الفاست بريك، هم حطوا بوينتس كتير جدا من الفاست بريك يعني، فده ما كناش موفقين. ده كان اصعب ماتش. طب من وجهه نظرك ماتش سموحه الاولاني ولا ماتش الفيصل مع سموحه هو اللي كان صعب؟ اللي كان صعب الاولاني. الاولاني طبعا كان علينا ضغط كبير جدا. بس برضو يعني كابتن اسلام وكابتن كريم ضيف وكابتن مودي الجرحي يعني هم اللي كانوا مدخليننا في اجواء الماتش والبطوله غاليه ازاي. طيب افضل ماتش لعبته ايه يا محمد من وجهه نظرك؟ هو اخر ماتش الماتش الفيصل الثاني لعبت كويس. جبت 34 بوينت. 34؟ ده ما شاء الله اعلى ماتش. لا ومحمد ما شاء الله يعني لعب ماتشات كتير كويسه، بس أكبر. الاخير ماتش الاخير خالص 34 بوينت ما شاء الله يعني كان بسم الله ما شاء الله محمد. الله اكبر عليك. انت بتلعب جارد مش كده؟ هو انا كنت جبت في الماتش ده خمس ثلاثيات وكنت طوال قامه، فكنت 20 بوينت لوحدهم. زائد بقى لقطت بقى فري ثرو على شويه لعبات على شويه ميديم 34 بوينت الله اكبر. الفرقه كانت جايبه كام سكور فاكر؟ كانت جايبه تقريبا 85. انا كنت تقريبا اولموست جايب نص 95 75 95 75 ده السكور بتاع ماتش الفاينل. انت خلي بالك لا 95 بوينت على السن ده كتير قوي كتير جدا. فانت تقريبا النهارده حاطط ثلث السكور بالظبط. اكتر من الثلث حوالي 40%، لان الثلث لو الثلث لو ثلث ب 35 يبقى 105 ان هو السكور 35. فانت جايب تقريبا حوالي 40% من السكور. الله اكبر عليك ما شاء الله ربنا يحميك. طب انت اختك كانت بتلعب او بتلعب في جامعه دلوقتي؟ في سيسكو. والله ما شاء الله. طب سافرت ازاي؟ هي كانت بتلعب في زهور صح؟ سافرت ازاي ولا ايه اللي حصل؟ هو جالها سكولرشيب من خلال المنتخب يعني، لعبت مع المنتخب ولا لا؟ ما لعبتش في المنتخب، كان جالها قطع في الغضروف فما عرفتش تدخل مع المنتخب كويس. دلوقتي احسن يا رب امين. فجالها سكولرشيب فسافرت يعني وتعرف. شافوا فيديوهات شافوا حاجه بتاع شافوا فيديوهات واتبسطوا منها بسم الله ما شاء الله. وبتلعب هناك بتشوف ماتشاتها؟ هي بقى قد ايه هناك يا محمد؟ تقريبا سنتين ما شاء الله. نفسك تبقى زيها ان شاء الله؟ تروح هناك بقى من المدرسه ولا من الجامعه؟ من الجامعه. تروح من الجامعه. عايز تخلص مدرستك هنا وبعد كده تروح على جامعه ان شاء الله يعني. لو في حاجه من المدرسه يعني انا مش هقول لا بالظبط يعني. لو في حاجه انت شفتها لي يا كابتن استاذ تاخدني معاك. هو كابتن اسلام برضه عايز يجي معاك ما تنساهوش. انتوا اخ واخت بس يا محمد؟ لا عندي اختي كمان في الزهور 2006 ما شاء الله اسمها رولا الشريف. ما شاء الله انتوا الثلاثه بتلعبوا باسكت. انت اصلا من ولاد النادي ولا كنت في الزهور وجيت؟ لا كنت في الزهور والاهلي اشتراني. امتى بقى؟ السنه اللي فاتت ولا انت؟ السنه اللي فاتت. كان في موسم كابتن احمد اسماعيل اللي مسكنا فيه هو اللي اكتشفني يعني. هو اللي اكتشفك وطلبك تيجي وبتاع. ما شاء الله الله اكبر يعني. الله اكبر عليك. لا ان شاء الله تقطع الدنيا يا محمد باذن الله. هتابعك يا محمد. قول لي بقى اسلام، انت لما جيت ومسكت الفرقه مستر داني عامل فلسفه ان الفرقه ما تبقاش عددها كبير. يعني هو اول ما جه قال لك ما فيش كده في اسبانيا وما بيعملوش كده، ما فيش حاجه اسمها فرقه تبقى 20 لعيب و25 لعيب. لا انا وهو بيعرض عليا القايمه بتاعه الفريق لقيته مديني 14 اسم. ال 14 اسم بس دول ما كانوش قليلين ليك؟ ما كانتش حاجه صعبه ليك مثلا؟ لا ده دي مفاجاه بالنسبه لي. انا اول مره امسك فرقه 14 يعني لما بمسك فرقه 20ات وفوق 20 ف 20ات وطالع. واكتشفت ان هو صح. اكتشفت ان هو صح في خلال الموسم. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لاسباب كتير. في ناس بتشوف كده وفي ناس تقول لك لا ده في لعيبه كتير مشيت اتظلمت وبتاع يعني.
في وجه كده وجه كده، بس انت راجل في ايدك في المطبخ، انت اللي اشتغلت، ليه شايف ده صح؟ هقول لك انا ليه شايف ده صح. اولا كل ما الاختيارات تبقى اكتر بالنسبه لي انا كمدرب ممكن هظلم، لازم حاجه على حد، ولو مش هظلم هلاقي واحد بياخد وقت قصير وواحد بياخد وقت طويل وكويس بياخد وقت قصير، ما هو العدد كبير، لما نختصر العدد لعدد اقل شويه فيعني مثلا لو احنا 10 كل واحد بياخد 5 دقايق، طب لو ال10 دول بقوم 5 فاللي بياخد 5 دقايق بقوم 10 دقايق. فهمت قصدك، فالوقت لما التدريبيه والجرعات الفنيه هتبقى اعلى للعيب ونسبه المشاركه في الماتشات زي بالظبط التشبيه، لما بيبقى في جامعه فيها مثلا 100 طالب بتوفر لهم 10 دكاتره غير لما يبقى 100 طالب وليهم 20 دكتور. بالظبط، فانت بتبقى له الجرعه التعليميه اعلى. انا بس عشان الساده المشاهدين تتخيل هي الخطوره الوحيده في العدد القليل الاصابات. الاصابات وهنا برضو لازم اشكر كابتن حسن مدرب مخطط الاحمال اللي معايا في الفريق، لان هو بيشتغل مظبوط وعارف هو بيعمل ايه، والولاد هو بيخطط لهم الاحمال من اول السنه لاخرها معايا في كل التمارين، بتدي له وقته ومساحته. طبعا طبعا، اصل انا مقتنع بالموضوع ده، انا مقتنع بالموضوع البدني، البدني اللي اشتغله كابتن حسن مع الفرقه يخليني اعرف انا اشتغل، وهو اللي وصلهم للماتش الفاينل مع سموحه واقفين عليهم. بالظبط، يعني هو اللي فرق معانا بدنيا فعلا، يعني احنا طبعًا لو ما كانش عندنا النفس الطويل وكنا ممكن ندخل في اكسترا تايم، كل ده يعني بدني، يعني هو ده. طب انت دايما يا محمد بيبقى اللعيب مستثقل دم تمرينه الفيتنس، يعني في لعيبه بتقول لك يا نهار ابيض ده احنا هنجري ده مش عارف ايه، انتوا كده ولا انتوا بتحبوا تمرين الفيتنس؟ هو احنا يعني طبعا يعني مش اللي هو مش التمرين المفضله، بس احنا لما بندخل تمرين الفيتنس بيكون عندنا الاول بنشتغل، وبيكون عندنا اللي احنا عندنا هدف احنا عايزين نحققه يا جماعه، لازم نشتغل جامد. ف انت قلت الحقيقه، قلت ان هي مش افضل حاجه ما بنحبهاش. لا اصل دي معروفه على مستوى اللعيبه كلها، بتقولوا عمرنا بتقولوا عمرنا تمرين البدني بتبقى دمها تقيل، بس هم كانوا رجاله كانوا بيحبوها لا كانوا رجاله كانوا رجاله كانوا بينزلوا التمرين مركزين وعايزين يعملوا حاجه. تعرف انا عرفت ان هم رجاله ازاي؟ لما سالتهم انت سحبت من التليفونات ولا لا؟ قالوا لي لا. قالوا لا كابتن اسلام اسحب، ده هو كان بيسهر معانا على التليفونات. اصل المشكله المشكله كمان لا انت انا بهزر طبعا. لا 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 انا سامع هم رجاله يعني وانا حاسبهم انا سامع كل حاجه. الفكره كلها ان احنا كنا في رمضان وغصب عننا بنسهر عشان سحور، والفتره دي كان عيال قبل الامتحانات باسبوع 10 ايام، فكانوا بيذاكروا على الاجهزه بتاعتهم، فانا لو خدت الموبايلات هبقى اعمل لهم مشكله. بس انا كنت متفق معاهم اتفاق رجاله، يعني يا جماعه هنذاكر وهننام وهنتمرن وهناكل وكده. كانوا بيطبقوا الكلام. بصراحه المدرب المتفاهم رزق بصراحه، يعني لما تلاقي مدرب زي كده متفاهم وواثق في لعيبته بيبقى رزق. بس ساعات ببقى مثلا تعبان عايز اروح انام، اخش اوضه انام فاقول لعادل ايه خش انت بقى لف لفه كده على البتاع. عادل يا حبيبي، عادل عامل معاك ايه؟ بلاقي ان خلينا ننام هو كمان. واخد تليفونه كمان عادل، انت واخد تليفون عادل، انت سايب لي لعيبه واخد تليفون عشان عادل كده. لا عادل جميل جدا وعايز، عادل عايز يتعلم. اسيستنت كويس يعني بيحب يتعلم وعايز يتعلم وعايز يشوف. انا بس عايز اقول حاجه بس في موضوع اما انت سالت اللعيبه كلها على مراكزكم في الملعب. فلسفه كوتش داني وانا برضو اقتنعت بيها، مفيش تقييد بالمركز، بمعنى يعني ياسين حامد من شويه كان بيقول لك انا بلعب باور فورورد وسنتر، والعدوي نفس الكلام، الاثنين بيلعبوا بلاي ميكر اصلا. محمد شريف ثلاثه اربعه خمسه وبيلعب بلاي ميكر. انا اصلا السيزون اللي فات لما كنت مع كابتن احمد اسماعيل كنت بلعب خمسه، ما كنتش ولا شوتر جارد ولا يعني. السنه دي الوضع اتغير يا كابتن، يعني بيلعبوا اي حاجه. كابتن داني بس كابتن داني وكابتن اسلام خلوني العب ثلاثايه واثنينايه، وساعات كنت نادرا كنت بلعب خمسه يعني، بس كان ما شاء الله يعني كان ياسين حامد هو كان بس كويس. بس دي على فكره من اكتر الحاجات الكويسه اللي انتوا عملتوها. لا انا عايز بقى بمناسبه بقى الكلام ده، انا لازم اشكر واحيي كابتن احمد اسماعيل، لانه الجيل ده متاسس على ايده اكتر من سنتين او ثلاث سنين شغال معاهم انديفيدوال وفاندمنتالز. بسبب التاسيس اللي هو عمله كويس ده انا عرفت اوظف كل واحد في اكثر من بوزيشن. يعني محمد شريف يلعب 1 2 3 4 5، العدوي برغم طوله ده بيلعب 1 2 3 4 5. رغم ان العدوي قال انا بلعب 5 وهو نسي بيلعب بوينج جارد. لا هو مش نسي، هو عشان طويل فبيلعب، لكن هو بيلعب هو بيطلع من الاساسي بمعنى. الاساسي بتاع 5 بيلعب كل حاجه. زياد بيلعب 1 2 3، زياد ده يعني ما شاء الله. مش ده اول مره يعملوا مع جيل كده، كان كل الاجيال انت بتلعب كام؟ 5 بلعب 4 بلعب 3، انما الجيل ده انتوا لا. وبرده عايز برده عشان يعني ندي كل واحد حقه، في لعيبه
زي ما محمد شريف كان موجود والعدوي وياسين في لعيبه كان ليها دور كبير جدا جدا في البطوله وكسبتنا البطولتين. يكونوا معانا طبعا عمر خالد، عمر مالك العطار، يحيى لعيب مهم جدا في الفرقه، احمد خالد، لازم اقولهم كلهم طبعا، عمر فوزي، عمر وانيس، معاذ، مالك سيد، انا كده قلتهم كلهم تاني اكون نسيت حد. بس عايز اقول لك احنا كان نفسنا يبقوا معانا، بس احنا للاسف ملتزمين بسيتنج بتاع الاستوديو. مش انا مقدر ده عارف، بس احنا همك وهيبقوا معانا ان شاء الله. بس هي اللعيبه دي يعني انا ميزه الفرقه دي ان ما فيهاش نجم. ال 14 لعيب اللي كانوا معايا كلهم لعبوا على مستوى الماتشات الرسميه على مستوى المنطقه والجمهوريه. في الكريتيكال في الاخر كان الموضوع يقتصر على 10 11 ماشي، بس يعتبر كتير، ولكن مفيش واحد ما لعبش. ماتشات تمهيدي الجمهوريه، كان في ماتشات تمهيدي الجمهوريه مثلا رحنا نلعب في دمنهور، وكان مش عايز انسى كمان ولدين متصاعدين معايا من 2011، ياسين طارق خيري وانس ايهاب الالفي، الاثنين لعيبه ما شاء الله بروميسنج. وياسين كمان ياسين كمان كان ليه دور معايا في فاينل الجمهوريه في مكسب في مكسب سموحه، جاب 19 بوينتس ما شاء الله ما شاء الله، كان جاب 5 ثلاثات برضه مفاجاه كان ده بالظبط. لا اللي انت ما تاخدش بالك منه كمان يا محمد، هو جاب 19 بوينت بس هو كان بيدافع كويس قوي، وكان بيدافع على اللعيب المهم اللي في سموحه. في حته كده قالها ياسين ايمن معاك من شويه، موضوع ان احنا قبل كل مباراه كنا بنعمل اجتماع فيديو ميتنج، وبسبب الموضوع ده انا لازم اشكر كابتن كريم ضيف. كابتن كريم ضيف في الحته دي بالذات كان مركز قوي، كان قاعد معايا الاسبوع كله هناك، كل الماتشات بينزلها ويقطعها ويفرجني عليها، وقعد انا وهو الاول. مجهود كبير قوي، مجهود كبير. ايه انا عايز يعني اديله هو مكسب البطوله دي بصراحه. لا بصراحه هو رقم واحد في مكسب البطوله دي، الشغل اللي هو عمله. وكنا بنقعد مع بعض قبل ما بنقعد مع الفرقه وبنحفظ الفرقه، فلان بص ده بيعمل كذا بيعمل كذا، فيديو. خلي بالك كريم مهندس برضه دماغه لا، وحابب بقى الموضوع وحابب الفرقه دي، وطبعا هو اخويا الصغير وعشت عمره فكان واقف في ظهري، لازم اشكره ولازم احييه. خلينا نشوف بقى برضه محمد كمان. محمد يعني مين ماسك الاعلى؟ انت نفسك تبقى زي مين؟ مين من اللعيبه اللي في مصر انت شايف فيه وعايز تبقى زيهم في ايه؟ اسلام علي طبعا. الله اكبر اسلام علي. هتلعب؟ لا يلعب كتير بعد اذنك. لو قال اسلام علي يلعب طيب. ما هو قال خلاص. قال؟ يلعب. هياخد 40 دقيقة الماتش جاي بعد اذنك. واللعيبة كلها جت قالت اسلام علي، كلها كلهم قالوا اسلام علي. كله ياخد 40 دقيقة، ولو ما كفوش خد 40 دقيقة من عندك. قول يا حامد معاك. هو بعد ما بدأت ألعب بالتناية وتلاتية يعني بقى مصر الأعلى إيهاب أمين. فعلا ما شاء الله ده لعيبة مصر كلها إيهاب أمين، حتى السناتر بقى إيهاب أمين مثلا الأعلى. طيب اللعيب دايما يقول لك الأي كيو، الأي كيو بتاعه عالي، يعني ايه وجهه نظرك الاي كيو؟ ايه تفسير ايه تدرجمه لي ازاي؟ يعني ايه الاي كيو بتاعه عالي في الملعب؟ يعني اللي هو بيشوف الملعب كويس، اللي هو ده قطع لا ابصيله في الوقت يعني التايمنج مهم، بيريد الملعب صح بالظبط، بيقرا الملعب صح. برافو عليك. بياخد قرار قبل الكوره ما تجيله، بيقرا الملعب صح وبياخد القرار بناء على قرايته صح. هو ده الاي كيو، ان اللعيب مش حافظ بياخد الكره يباصيها، لا ده هو خد الكره جه يباصيها لقى البتاع مقطوعه، يبتدي يتصرف، عنده ذكاء اصطناعي زي ما بيقولوا، صناعه مش صناعه بقى، ذكاء طبيعي انه يقدر ايه يغير في الموضوع. طيب اكتر مهاره انت بتحبها ايه ومتميز فيها يا محمد؟ يعني 3 بوينت فاست بريك، ايه اكتر مؤخرا بقى 3 بوينت؟ انت ما شاء الله 5 ثلاثات في ماتش الفاينل، فده اللي عمل لك السنه اللي فاتت. قول ايه اللي خلاك تشوط 3 بوينت وما كنتش بتنايل تشوط؟ ايوه 45 دقيقه ما كانش بيطلع، كان يطلع فاضي ما يشوطش، كنت بمسكه وبهدله. ليه بقى يطلع فاضي ما يشوطش؟ ليه ما كنتش بتشوط؟ كان عندك، كان بيحب يلعب على الباسكت يخش اكتر. كنت بحب الموضوع. فكابتن اسلام لما دي عندك قال لك اطلع يا ولد شوط، ما يوقفش تاني يقول لك شوط. وفعلا يعني كابتن اسلام هو يعني اللي فهمني، يعني عرفني الستايل ازاي، ويعني احسن شويت في مصر ده كان طبعا كان نبله زي ما بيقولوا، والله كان شويت يعني، فهو كان يحب لعيب الشويت يحب لعيب شويت زي طبعا. طب انت لميت المهاره دي وانت اصلا في العادي بتلعب ون وان كويس، بيلعب ون وان كويس يا اسلام. يعني هو مع الثلاثه بونت مع الون وان مع الفاول شوت كويس، خليه تجيب سكور زي في ده. معلومه كمان على محمد شريف، في وسط الموسم في عز الموسم جات له اصابه كسر في ايده. فين وريني؟ كسر مضاعف فين؟ دراعه الشمال. ده كان في عظمه الترقوه ولا فين؟ لا كان لا مش اسمها مش الترقوه، اسمها بيسموها ايه عظمه ايه؟ شازيا؟ شازيا حاجه زي كده هنا. لا هي في الساعد عادي، في الساعد عادي. في الحته دي كده. طب وقعت عليها ولا ايه يا محمد؟ كان في بطوله سيون 3. كان في بطوله سيون 3 تعور. سيون 3 كنت بلعب ضد الجزيره.
ففي واحد نزلت كده ولا صبعك؟ لا لا هي ايديا كلها انا نزلت كده وحملت عليها جامد فجالي كسر مضاعف يعني. يا ساتر يا رب. عايز بعيد عن تفصيله الاصابه اللي انا عايز اقوله في الاصابه دي ان هي خدت منه حوالي شهر ونص او شهرين خلال ثلاث شهور خلال الموسم ما بين جبس وعلاج طبيعي. كان بينزل بالجبس بينزل بالجبس يشوف بايده اليمين. هو انت مش انت ايمن مش اشول. الحمد لله. بس اللي انا عايز اقوله عشان بس برضو من ضمن الحاجات اللي لازم اديهم حقهم اللي هم لعيبه رجاله، كان بينزل بالجبس يجري عشان وزنه ما يزيدش، يجيب نفس، يعمل دريبل بايد واحده، لما بدا يعني الوجع خلاص يقل وهو لسه في الجبس بينزل يشوت، بيصور نفسه فيديوهات ويبعتها لي. كوتش داني كان بيشوف الحاجات دي كان بينبسط قوي. برافو عليك والله. ما هو بص المكسب يا كابتن زياد كان من شويه عيان وتعبان. لا ما انا لسه ما حكيتلكش. زياد بات ليله في المستشفى. صباحيه ماتش اسمه وعايز يلعب. وعايز يلعب. مش زياد بس، عمر خالد جزع في الرباط الصليبي. نهار ابيض. جزع في الرباط الصليبي قبل ماتش سبورتنج بيوم وما لعبتوش ماتش سبورتنج عشان ركبته، وهو يا كابتن اسلام وكان بيعيط لي في الملعب، قلت له لا اخسر ماتش سبورتنج مش مهم، لان لو خسرت ماتش سبورتنج هقدر اعوضه، انما ما اخسركش انت. وفعلا ما لعبش ماتش سبورتنج وخسرناه. جينا ماتش سموحه الاولاني من احسن الماتشات اللي عمر خالد عملها. عنده كذا ماتش صعيبي. وبرده لازم اشكر دكتور شريف لان احنا قعدنا حوالي 36 ساعه ثلاث ايام، اليوم الاصابه واليوم الراحه واليوم الماتش ما لعبوش. ثلاث ايام دول بتعدوه بنجهزه. مالك سيد، مالك سيد سخن في المعسكر، مين زياد، عمر خالد، مالك سيد، محمد شريف. محمد شريف ده خلال الموسم ما بين بطولة المنطقة وبطولة الجمهورية. فبص بص في صعوبات قابلتني، بس عشان الولاد دول رجاله والنوايا سالكه، واحنا بنحب يعني والنوايا سالكه بنحب يعني، ده معناه ان احنا بنحب الرياضه دي الباسكت ده. يعني انا كنت بنزل، لا انا وحشني الملعب بقى، لا انا هنزل اشوط لازم يعني. انا كنت بحب يحيى. انا نسيت يحيى. انت ساكن فين يا محمد؟ في مدينه ناصر. كنت بنزل في نادي الزهور. النادي بتاعك؟ القديم. البيت عندك؟ كنت على طول اول ما لا يجي لي لا عايز العب باسكت لا بنزل العب واشوط، حتى كنت بالجبس كنت بنزل يعني. كنت جميل يا محمد والله بجد، ربنا يكرمك يا حبيبي والله. انتوا كلكم بصراحه حاجه تشرف يعني بامانه. لا انت يحيى في فتره الاعداد، قبل الموسم ما يبدا على طول شهر ونص شرخ في مشط رجله. ده مين؟ يحيى لعيب مهم عندي جدا، وما كانش عايز يعمل عمليه ولا كان عايز يجبس عشان خاطر يتعالج ويلعب وكده. فانا قلت له لا بص يعني لسه الموسم طويل، اعمل علاج طبيعي وانا هستناك واصبر عليك. الولد بقى ينزل التمرين بيزك وفي زك باينه، اقول له لا المهم قعد شويه اتعالج ورجع من اهم اللعيبه اللي عندي في الفرقه، وكان واقف على رجله لحد الموسم ما خلص. فكان في صعوبات كتير. المعسكر بتاع اسكندريه ده كان يعني كان كابوس بالنسبه لي، بس اول ما خلص يعني هم كانوا بيتكلموا على ماتش الاتحاد. ماتش الاتحاد انت عارف يعني ايه اتحاد في اسكندريه طبعا، اولياء الامور 14 سنه بقى ولا درجه اولى، المدرج مليان. لا والاولاد الصغيره مش هتحملوا الضغط. اول مره يتحطوا في موقف زي ده. لان اول سنه كان فيها منافسه طبيعي الجمهور. يخسروا. لا وده اللي حصل في 9 سنين اللي فاتت. احنا كسبنا الاتحاد، كان هو اكتر جمهور عندنا. كان ماتش الاتحاد كان فيه جمهور كتير قوي، وماتش سموحه الاخير، واحنا يعني طلعنا قد المسؤوليه الحمد لله. بس الغريبه ان الاتحاد خسر من سموحه كمان. دي غريبه. يعني انا قلت الاتحاد خسر من جزيره. فالاتحاد بعد بعيد خالص. يعني عارف لو كانت فضل فيه الرمق شويه، بس ماتشنا معاهم كان تاني ماتش في الراوند. فكان لسه الوش بقى كان لسه خدت الوش. وفعلا الهاف تايم خلصان 10 بونت الاتحاد. يعني هاف تايم خلي بالك السن الصغير ده يعني برضو ما تقدرش تحكم يعني. لا ومش بس ما تقدرش تحكم انت، موضوع الباسريلي ده كمان مكتف المدرب، اللي هو الكوارتر خمس لعيبه ما فيش تغيير. يعني لو لعيب بيأدي وحش في الملعب ما اقدرش اغيره، وهو ولو لعيب كويس ده مش تلعبه الاربع شواط، وما اقدرش العبه الاربع شواط. فهي رولز صعبه جدا جدا يعني. فهي ماتش سبورتنج اللي احنا خسرناه. طب لو لعيب اتصاب بتغيره؟ هي الحاله الوحيده اللي اغير فيها. طب ليه جم على نفسهم ليه كده؟ الايه؟ ليه جم على نفسهم كده؟ لا ما هو مش بس جم على نفسهم، يعني اللعيب اللي بيتصاب ده بينزل لعيب مكانه، اللعيب اللي نزل مكانه يتحسب له كوارتر، حتى لو نزل اخر دقيقه يتحسب له كوارتر اللي نزل، ما اقدرش العبه الاربع كوارتر. هي رولز كده بتاعت البسالين. خلاص مش لاقي هلعب اربعه. انا حر. ماتش سبورتنج الكوارتر الاولاني انا كسبان 20-8. اللي انا خسرته ماتش سبورتنج، انا خسرته الكوارتر الاولاني 20-8 خسرته.
انا قلت خلاص انا رايح في حته ثانيه خالص. الكوارتر الثاني الكوارتر الثاني نقطه تحول غير طبيعيه. اللعيبه حصل دروب جامد. ما هو سن صغير يا استاذ. مش عارف اعمل ايه. انا اول تايم اوت في الكوارتر الثاني طالبه بعد دقيقه ونص. انت مش عارف تعمل ايه دقيقه ونص؟ مش عارف. طلبت تايم اوت 8 دقايق ونص مش عارف اعمل ايه. الولاد فصل ولا عارف اغير ولا عارف اتكلم. يعني من وجهه نظرك يا محمد كلاعب يعني ايه اللي حصل في ماتش سبورتنج؟ هو احنا انا يمكن اول مره اعرف ان 23/8 انا المسؤول عن اللي حصل في ماتش سبورتنج. ماشي ماشي انت هقول لك ليه. لا بس لا انا عايز اسمع مالكش يعني عايزين يسيبوه يقول. هي توليفه هو مش هياخد. طب لا هو انا عايز يقول من وجهه نظره كلاعب. قول يا محمد. هو احنا فعلا اول كوارتر ده رحنا 20/8 واحنا خلاص قلنا الماتش بتاعنا بقى خلاص. لقينا مره واحده السرعات بتختلف وتقريبا ممكن يكون مثلا احنا تعبنا من الماتشات اللي فاتت فممكن يكون كان اجهاد علينا الماتش ده واحنا استسهلنا الماتش جامد قوي بعد ما لقينا اللي احنا طلعنا 20/8 وعرفنا نكسبهم فهم بعديها عليوا علينا ما عرفناش نعوض. يعني ما عرفناش نعوض للاسف. طب ده وجهه نظرك كلاعب. اسمع بقى وجهه نظرك كمدرب ايه. المرحله السنيه بتاعت 14 سنه دي المدرب لازم يعرف التوليفه اللي بتلعب مع بعض حلو. بتلعب مع بعض حلو مش بس كده ده لازم كمان يحفظ توليفه الفرقه اللي هتلعبها. لو انت لعبت الفرقه دي اكتر من مره فانت بتحفظ التوليفه. هو غير هو مدرب فريق سبورتي في الماتش ده غير التوليفه بتاعه الكوارتر الثاني وانا نزلت الخمسه اللي انا متعود انزلهم في الكوارتر الثاني. غيرت تغيير واحد بس بسبب عمر خالد اللي اتصاب اللي انا ما لعبتوش. فكان في فرق سرعه كبير ما بين الخمسه بتوع سبورتنج. فرق سرعه كده. بص هو بيقول لك انا حاسس في فرق سرعه. كان في فرق سرعه وفرق سايز كمان. فرق سايز الخمسه اللي نزلوا بتوع سبورتنج في الكوارتر الثاني كانوا قصيرين كانوا طوال. طب ازاي بقى في فرق سرعه؟ طوال خفاف. الخمسه بتوعنا احنا بقى كان فيهم اثنين قصيرين وواحد يعني بطيء سنه فكان في فرق سرعه باينه. انا حاولت الحق الموضوع ده بعد دقيقه ونص خدت تايم اوت. نعم. ويعني لحقت الموضوع شوية. بس كان عدت القصه. كان لما جينا بقى في الثالث والرابع الموضوع بقى ماشي بقى سنه باظ خالص. نعم. ربنا يكرمك يا اسلام نورتني وشرفتني يا حبيبي والحقيقه انا كل اللي املك ان اقول لك الف مليون مبروك. انا من اكتر الناس السعيده بيك وانت زميل ملاعب كابتن اسلام علي مدير فني فريق 14 سنه مدير فني 14 سنه والحاصل على بطوله المنطقه والجمهوريه. نورتني وشرفتني يا كابتن اسلام. تسلم. لاعب الفريق ونجم الفريق وصاحب ال 34-35 نقطه 34 نقطه في ماتش الفاينل محمد شريف نورتني وشرفتني يا حبيبي. ربنا يوفقك وتبقى احسن لعيب في مصر ان شاء الله. امين ان شاء الله. اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شفتوا دول نجوم المستقبل سواء مدربين سواء لعيبه. الواحد بيسعد جدا لما بيلاقي اولاد النادي الاهلي اللي انا لعبت معاهم ولعبنا مع بعض في يوم من الايام دلوقتي بيقودوا النادي الاهلي في مواقع مختلفه سواء كريم ضيف يعني في قطاع الناشئين اسلام علي الجمال العدلي كل دول كانوا زملاء ملعب والنهارده بيقودوا ناشئين وبيعلموا اللي اتعلموه لناشئين النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.